السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في عودة حلقات وتحديات ومناظرات دور الستاشر السينمائي. في البداية قبل ما أقدم لكم الفكرة بتاعت الحلقة، عاوز أرحب بضيوفنا. الضيف الأول المعتاد وعودة بعد غياب، بعد ما حلينا الخلاف اللي ما بيننا وما بين بعض، مستر محمود ابو اسماعيل. الحمد لله. كانت زوبعه في فنجان بالظبط، فيش ما كانش مستاهل اللي حصل، اي حاجه كله تمام الحمد لله، الموضوع اتقضى يعني الحمد لله. وبنرحب لاول مره معانا وان شاء الله مش هتكون اخر مره بايمن وطار، الكاتب الكوميدي والممثل الكوميدي وصديقي، واللي الناس ما تعرفوش، يمكن انت كمان ما تعرفوش، انه كان ماي بوس في مرحله من المراحل في الرحله القصيره اللي انا اخذتها مع برنامج كنت بريبورت الايمن. نايس، ربنا نجد هنوسه. منورنا يا رود. بنورك والله يا محمود. يعني النهارده بقى في عدد من المقدمات عاوزين نعملها. اولا فكره الحلقه دي حلقه الاختيار، زي ما هو باين في الثامنيل والتايتل والامور دي كلها، افضل فيلم كوميدي في التاريخ. طبعا واحنا بنقول فيلم كوميدي في التاريخ ديت ما هياش معبرة ابدا عن الاختيارات بتاعتنا، هو بس حاجة مجملة، ولكن في فاين برينت وفي تفاصيل كتير قوي عاوزة تتقال بعد كده. ان دايما في ميل للافلام اللي احنا نعرفها اللي احنا شفناها، في ميل للافلام الامريكاني والافلام الانجليزي، بعدنا عن الافلام العربي، الافلام العربي مش جزء من المقارنة دي خالص، وكذلك الافلام الانيميتد كالعادة احنا بنعتبرها ليها تصنيف لوحدها، ما بتخشش معنا في هذا الموضوع. وفي نقطة تانية خادعة شوية، وهي اننا المرة دي مش جايبين 16 فيلم، احنا بعد ما عملنا كل انواع التقصيص والتقصير والفلترة والكلام دوت، فضل معانا 22 فيلم. فقلنا بدل ما نقعد نفتكس طرق علشان نستثني افلام، احنا هنستبعد الست افلام الزيادة اللي معانا دلوقتي بمناقشة وبعملية تفضيل كده. بس قبل ما نخش في قلب الحلقة والمواضيع بتاعتها، عاوز اشكر 5X Studios اللي احنا ضيوف عندهم النهاردة، هم اللي المكان اللي احنا بنصور فيه تقريبا كل الحلقات بتاع الدور الستاشر. 5X Studios ستوديو مجهز لأي حد عاوز يعمل مشروع، اي حد عايز يصور بودكاست حلقة، في هنا كل المعدات اللي ممكن اتخيلها، وتكنيشنز وكرو مجهز لكل حاجة، وكذلك جاهزين للستيل فوتوغرافي للتصوير الثابت لأي فوتوشوت او حاجة زي كده. وطبعا ده مش الست او المكان الوحيد، وفي لينك تحت في الديسكريبشن تدوسوا عليه تعرفوا كل التفاصيل وتقدروا تحجزوا الجلسات التصوير بتاعتكم. جاهزين؟ انا جاهز. طيب انا هعدي بسرعة على الليستة بتاعت الافلام عشان الناس تبقى عارفة احنا وصلنا لايه في الاخر. The Nice Guys 2016، My Cousin Vinny 1992، Midnight Run 1988، The 40-Year-Old Virgin 2005، Monty Python Life of Brian 1979، أقدم فيلم معنا في القايمة، Snatch 2000، The Mask 94، Austin Powers International Man of Mystery 97، Office Space 99، Airplane 80، American Pie 99، Rush Hour 98، Tropic Thunder 2008، Kung Fu Hustle 2004، The Death of Stalin 2017، Shaun of the Dead 2004، The Hangover 2009، Superbad 2007، Borat 2006، Mrs. Doubtfire 1993، The Big Lebowski 98، The Hitchhiker's Guide to the Galaxy 2005. تمام، علشان بس نكون واضحين ان ال 22 دول احنا واقفين عليهم بقالنا يومين دلوقتي ومش عارفين نطلع اخر ستة دول عشان نبدا وقبل ما يبقوا 22 هم كانوا اكتر من كده بكتير وحصل فلاتر كتير، فكالعاده سامحونا لو انتم شايفين ان في فيلم كان لازم يكون موجود وللاسف ما اتواجدش، يا اما خرج من الفلتر بدري، يا اما كان في اعتبارات كتير عموما دخلت في القايمه دي، منها ان احنا ما عندناش تمثيل لاثنين من اي حاجه، يعني ما عند بنحاول نبعد عن ان يبقى في ممثل ليه فيلمين، فطبعا ده ضحى بحاجات كتير، مخرج ليه فيلمين فده ضحى بحاجات كتير علشان نبقى في الصور. فاحنا وصلنا في الاخر لان عمليه التفضيل بتاعتنا هي اننا هنستبعد او ان كل واحد مننا هيستبعد فيلمين بلا مناقشه فيتو كده على طول. وبما انك الضيف فحابين نكرمك بانك انت اللي تبتدي بعمليه الاستبعاد. لا معلش اتفضل. لا موضوع صعب اصلا، يعني انت متخيل ان احنا بنختار احسن فيلم كوميدي يس، والناس اللي احنا بالنسبه لنا اللي هم مثلا اساسيات في الكوميدي الامريكي او الانجليزي أو في ناس مش موجوده يس، يعني في ناس مش يعني جيم كاري كان ليه افلام، كان ليه تمثيل بواحد بس بماسك، بس كان ليه افلام اكتر طبعا وشلناها. فتخيل انت جيم كاري فيلم واحد من 22، فيعني باشا اسمه ايه، روبن ويليامز ليه فيلم واحد، ادجار رايت ليه فيلم واحد، لا يعني حاجه عنيفه. طيب انا لو هشيل فيلمين، انا مش بشاور على حاجه علشان ادي لك تاثير، انا بعد الورق. لو هشيل فيلمين، المشكله ان انا الفيلم اول فيلم هشيله انا فيلم بحبه وبالنسبه لي فيلم يعني بدا موجه من الافلام كانت اللي هي البودي موفيز، ميد نايت ران.
انا بحب الفيلم ده جدا. مشكله كبيره قوي صراحه. لا انا عندي مشكله كبيره، ده دينيرو. اه ما انا عارف، بس وكان من الافلام اللي بحبها بصراحه، بس يعني وفيلم بدا افلام يعني في افلام كتير حاولت تقلده يعني. فميد نايت ران ده اول فيلم هشيله. تاني فيلم هشيله عليا النعمه، شوف عليا النعمه عشان بس نبقى واضحين. ها اتفضل. تاني فيلم هشيله. يلا يا ايمن احنا لغايه دلوقتي لسه ما بدناش الحلقه اصلا. طب ما حد يشيل، شيل انت بقى فيلم. اشيل انا فيلم؟ اه شيل انت فيلم. اطير. اه اطير فيلم بحبه وبموت فيه وبقدره جدا جدا جدا، بس مش حاسس ان هو مكانه في وسط الوجبه الكوميديه اللي احنا بنفكر فيها ديت، وهو سناتش. ماشي. بالمناسبه اللي بيحصل دلوقتي ده اللي بيحصل في كل مره بيكون في تصوير، يعني كل مره بيحصل الموضوع ده قبل ما في دموع ودماء ومآسي بتحصل في الاوضه الثانيه قبل ما نخش نصور هنا. هو سناتش منطق ان هو يتشال، بس هو سناتش الفكره ان هو فيلم تصنيفه مش كوميدي بالظبط، بس هو فيلم من اكتر الافلام اللي بتضحك يعني. بالظبط. ودي حاجه من البريطانيين بيعرفوا يضحكوا. صحيح. البريطانيين بيعرفوا يضحكوا، بس هم اليوم تمثيل ليهم تمثيل تقيل يعني، بس من ما نشيلوش احنا بقى. اه يا ريت بعد اذنك ما تشيلش التمثيل يعني لو ممكن. اليزابيث تربتها لسه ما بردتش يعني، نحترم الموضوع شويه. جمد قلبك بقى يلا جوه. اوفيس سبيس. انا بحب على فكره يا جماعه، لو في انا مش عايز ابرر، مش محتاج ابرر، انه بس لو في فيلم في الدنيا ليه تاثير في الكارير شيفت اللي انا عملته هو اوفيس سبيس. باشا انا لما سبت الشغل اخر مره وانا مروح شغلت تيك ذس جوب ان شافت وشغلتها، وكنت ماشي عمال اشتم طول ما انا ماشي في الطريق بس انا ما اظنش ان هو يفوز احسن فيلم كوميدي صراحه. بس بموت فيه. اه اوكي. بموت فيه. في شويه ستنتات كوميدي عبقريه منها علاقتهم بالكوبينج ماشين مثلا. وهو اصلا كمان كان الميزه بتاعت اوفيس سبيس هو اخرج مايك جادج، ومايك جادج كان لسه طالع من كينج اوف ذا هيل اللي هو انيميشن، فكان اول حاجه يعملها لايف اكشن بعد فكان لا هو اوفيس سبيس يعني كنت تحس كده ان هو ايه بيكلم الموظف الكالرز بتوع يا فهو من احلى الحاجات الوايت كولر سوري. وفي حس اندبندنت، في حس ارتستيك شويه، والبلوت بتاعته عبقريه يا جماعه. كل الافلام دي احنا بنرشحها للي ما شافهاش. اوفيس سبيس دوت عن واحد كاره شغله وحياته وكل حاجه في الدنيا، بيروح عمليه تنويم مغناطيسي عشان يتقبل حياته، والراجل اللي بيعمله تنويم مغناطيسي بيموت في النص. بس هي دي البلوت بتاعت الفيلم يعني. استاذ ايمن. ايمن. طيب هتزعلوا مني انا عارف، بس هشيله. امريكان باي. ماشي. انا بحب امريكان باي. انا بحب امريكان باي بس يعني احنا يا جماعه في كلمات موجوده في الحياه مش عارف اقولها ولا ما اقولهاش. التعبير اللي من اربع حروف اللي انتشر جدا والناس ما تعرفش اصله. عارفه عارفه ماشي نقوله صح يعني اللي هو اوله ام دوت. ناس كتير ما تعرفش ده اصله ايه. ده اصله امريكان باي. اوكي. كان جينيفر كوليدج ستيفلرز مام. اوكي. لما تتفرجوا على الفيلم هتفهم. لما تشوفه بس امريكان باي برضه ليه نوع معين كده في النقلات يعني هو يتقارن مع حاجات كتير انه مش في ليفل الكوميديا بل في ليفل النقله الكوميديه. هو اللي في عتبه هو عداه يعني. هو ممكن يعني طالما سوبر باد موجود على الترابيزه يبقى هو ملوش مكان قوي. ممكن كومينج اوف ايج. كومينج اوف ايج الاي بي بتاع امريكان باي ترخص قوي من الافلام اللي بعد كده زي ما ايمن كان بيشرح قبل ما نبتدي تصوير. بس انا بحترم الفيلم ده جدا. ولو حد هيتفرج عليه ده طبعا ما يتفرجش عليه في وسط عيله او اي حاجه، تتفرج عليه لوحدك. انا كنت عارف عايز اطلع مين تاني. لا ما تهربش مني، خليك حلو. هو راح فين يا لهوي. انا عايز اخرج اوستن باورز. انا اسف. اوكي. مجزره انا ما عنديش مشكله مع ده، لان ده كان من النقاشات اللي احنا فضلنا فيها امبارح اللي هو يفضل ولا لا. بس اوكي يعني طلع. انا اللي خلاني اقبل ان هو يكون موجود في البدايه ان هو تمثيل لاحد النجوم الكوميديين المهمين جدا اللي هو مايك مايرز. بس لما فكرت شويه لقيت ان مايك مايرز شخصيا ككوميديان هو ملوش هذا الوزن من اساسه يعني. يعني لازم احافظ على وجود روبن ويليامز، لازم احافظ على وجود بن ستيلر، لازم احافظ على وجود الناس دول. لكن لا مش واخدين بالكم مفيش ولا فيلم لادم ساندلر.
معلش معلش انا مش متضايق انا مش لا انا متضايق لا انا مش متضايق خالص يعني هابي جيلمور كان هيدخل مثلا انا كنت عايز بيلي ماديسون بس هقول لك حاجه للامانه يعني ادم ساندلر ممكن تعمل له ليست لوحده يتعمل له ليست لوحده يعني الويف اللي بتاعته بتاعت اخر اس ان ال ديت على الاقل كان لازم يكون لها فيلم في الليست انا بقول بيلي ماديسون كان المفروض يخش متبقي واحد بس متبقي واحد انت راح تشيل بس انت حر ايه ده بجد؟ لا 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 يعني انا بشاور على ديت اوف ستالين يا جماعه هو فيلم جامد وبموت فيه جدا على فكره ديت اوف ستالين على مستوى المدارس الكوميديه ده يسمى بالكوميديا اللاهثه يعني ده ما بيبطلش افيهات وما بيبطلش نكت ده مش هتعرف تاخد نفسك فيه يعني بس هو مش مشهور زي دول يعني في ناس كتير اصلا ممكن لما تسمعه تقول هو ده ايه اصلا يعني هو احنا ممكن نشيله من الليسته بس نرشح للناس انها تشوفه نرشح للناس انها تشوفه تمام انا اللي انا كنت هروح ليه هيتش هايكرز جايد علشان فيه تمثيل لنفس الفايب ده موجود هنا بس النقطه اللي انت بتقولها حلوه بتاعت ده ما بيجيش في التلفزيون ما بيجيش في حاجه مش مؤثر في البوب كلتشر خالص بس لا وود ريكومند ديث اوف ستالين بس انا عايز اقول اي حاجه واحده ان ديث اوف ستالين في حاجه بحبها ما اعرفش انت حبيتها ولا لا ديث اوف ستالين المفروض ان هو بيريد بيس يعتبر بيتكلم عن ستالين الممثلين اللي فيه امريكان وانجليز yes. كلهم طالعين الامريكاني بيتكلم بلهجه امريكيه أيه. والانجليزي بيتكلم بلهجه انجليزيه ولا في اي اعتبار للتاريخ ولا لاي حاجه الاولويه للنكته والافيه والامور اللي زي ده ففيلم خطير بصراحه بس لازم تشوفوه يعني عظيم وبكده وصلنا للليسته ودلوقتي يبدا الحلقه ممكن تبتدي نبدا دور ال 16 المفروض نطبق بقى وان عشان نختصر نختصر بس والله يعني انا بس انا مبسوط انا عارف الحلقه طولت والمقدمات بتاعتها اطول بس انا مبسوط ان الناس يعني وصل لها احنا بنمر بايه علشان نوصل في الاخر ل 16 فيلم ازاي ده ما يدخلش ازاي ده ما يدخلش ما ينفعش تقول لي حاجه ازاي تدخل من غير ما تقول لي ايه اللي يطلع لا وحاجه كمان واحنا بعد ما خلصنا احنا جينا فكرنا هو ازاي ده ما كانش في الليسته بتاعت اي حد فينا يعني في افلام كده اللي هو ازاي ما كانتش موجوده الحمد لله اخيرا اصبحنا جاهزين وبقينا جاهزين لاجراءات القرعه وكالعاده برضو اول مباراه اللي بيختارها الضيف بتاعنا فتفضل مستر ايمن ميرسي جدا بسم الله ده احنا بنكرم الناس قوي في كل الشكليات لكن في الموضوع نفسه يا حفيظ رش اور 1998 والماتش اللي بعده يعني اختار مين هيلعب مين ده هيبقى قصاد مين اوكي 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 سوبر باد رش اور يقابل سوبر باد خناقه جيده ومقارنه غير صالحه على الاطلاق بس قشطه يلا الماتش اللي بعده بسرعه يلا 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 وبعدين نخش في الماتش على طول رش اور ولا سوبر باد رش اور طبعا تروبيك ثاندر 2008 8 ولا 10 حلقه يصورها ولسه مش عارف الورقه بتتحط فين ايربلين اورايت يا زعلي ايه اللي بعده ايربلين الناس ما تعرفوش على فكره انا سعيد ان احنا هنقدم ايربلين للناس ذا بيج ليباوسكي اوكي 98 كونغ فو هاسل اوف 2004 بص هي هتبقى خناقه عنيفه كده كده لان احنا الافلام احنا شفته احنا عنينا ازاي عشان نطلعها فيعني ايه شون اوف ذا ديد اوكي 2004 واو عندنا فيلمين من 2004 وعندنا فيلمين من 98 ذا بيج ليباوسكي وكازين فيني هو جا لا 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 في خناقه لا في خناقه مسز داوتفاير ذا هيتش هايكرز جايد تو ذا جالاكسي يا خبر ذا 40 يير اولد فيرجن مونتي بايثون اند ذا لايف اوف براين المباراة التالية ذا هانج اوفر انا مش بعمل لكم الورقة كده ذا هانج اوفر 2009 يقابل ذا نايس جايز 2016 ذا نايس جايز احدث فيلم معنا كان ديف ستار هو تقريبا او ايمن لا ده دول yes. انا واحده وانت واحده ما هو خلاص تقريبا اخر واحد هم اخر اثنين ما فيش اختيار افتح تكسفش مش مكسوف بس متحمس بورات ذا ماسك برضو ايزي ايزي بالنسبه لك بالنسبه لك المباراة الأولى رش أور وسوبر باد
هل في تفضيلات واضحة؟ مين يحب يبتدي الخناقة؟ اوكي انا شايف ان راش اور مش هيكون ليه مساحة يعني ان هو يكمل، لان في موجود في الليستة بتاعتنا فيلم تاني برضو بيتكلم على مارشال ارتس وبرضو واخد الجانب الكوميدي، ولكن دي الخناقة بتاعت راش اور ضد سوبر باد. وانا صراحة كشخص اتعلق اكتر بفيلم سوبر باد كالشلة بتاعت جار أباتاو كالشلة بتاعت جونا، اتفقنا بقى ده مش جار أباتاو الا جونا جار أباتاو سوبر باد نو جريج موتول اوكي جاد أباتاو انا اتفاجئت زيك بس أوكي. لا جاد أباتاو تمثيله الوحيد على الترابيزه هو ذا 40 يير اولد فيرجن، بس عندك برضو مايكل سيرا جونا هيل نفس الجيل كلهم الرصه دي ماكلوفن ماكلوفن طلع من سوبر باد دور الضابط اللي كان عامله اسمه ايه ده بيل هيدر يس كان خطير. فمن ناحيه الاعمال بتاعت جاكي شان من ناحيه كوميديه اكشن هو ما لهاش تمثيل كتير على الترابيزه اصلا، مفيش فيلم تاني لجاكي شان غير راش اور، ممكن دي تكون النقطه الوحيده اللي تنقذه، بس كتاثير في الثقافه كتاثير في الناس اللي جم بعد كده واخدوا نفس الستايل ده من الكوميديا وكملوا، انا صوتي يروح لراش سوبر باد. تدعم ولا تعارض؟ ادعم فعلا. ادعم. هو راش اور انا راش اور من اكتر الافلام اللي بحبها، وهو فيلم اصلا هو الفكره ان الفيلم كان سبب واساسي تجاري يعني الفيلم كان اصلا معمول لان هو كان هوليوود عايزه تغزو السوق الصيني وقالوا ان هم هجابوا جاكي شان من هونج كونج عشان يعمل الفيلم ده، والفيلم نجح وعملوا منه بقى بعد كده عملوا الفيلم بتاعه هو والفيلم التاني اللي هو كان اسمه شانغهاي نون وده التقصيد والمعرفش مين وشويه الحاجات دي كلها افلام تعبانه، ليه عملوا بكذا بادي موفي مع جاكي شان. انا ليه هختار سوبر باد؟ لان راش اور كانوا جايبين اتنين ممثلين في عزهم وعملوا فيلم بيج بادجت موفي، سوبر باد ما كانش فيلم بيج بادجت موفي، فيلم ممكن يتقال اندي اصلا باسماء ما حدش يعرفها بشباب بناس كتير شباب كوميديانات بيخدموا ليهم باول تجارب سيس روجن وشريكه في الكتابه اللي هو ايفن جرينبرج او ما اعرفش بقول اسمه صح ولا لا، اللي بعد كده بدا وبقى كتب وصولا لذا بويز فسوبر باد طبعا. ماشي انا بحب راش اور اكتر، عم بشوف ان الستانس الكوميديه اللي بيعملها جاكي تشان ديت مدرسه واسلوب فريد، والكيمستري اللي كانت ما بينه وما بين كريس تاكر كانت خطيره جدا، بس انا محترم راي الاغلبيه فمش هتوقف كثيرا عند هذا الموضوع. راش اور على فكره من يعني عايز اقول واحد من لستة مستحيل تزيد عن 5 افلام اللي دخلتهم مرتين في السنه، وفيلم ما ينفعش تغيره لما تشوفه. يعني لما يجي قدامك هتقعد تتفرج عليه. يس. قفشته من النص، قفشته من بعد بدا بشويه. يعني بس ده ينطبق على سوبر باد بالظبط. خصوصا لو قاعدين في قعده لائقه يعني. لا طبعا راش اور فيلم امن جدا عائليا، سوبر باد مش قوي. مش خالص اكشن. يا بزاد 16. تلمحات بالهبل وبتاع وكلام زي ده. في مشهد في هو معلم. المباراة التالية تروبيك ثاندر، الممثل الوحيد لبن ستيلر على الترابيزة، وإيربلين. محمود كان لسه بيقول أنا بدعي إن إيربلين ناس كتير متعرفوش، بس لا يمكن من البونز بتاعته من الحاجات اللي ليه على التيك توك وعلى الشورتس وعلى الكلام دوت، لأن إيربلين ده فيلم تأثيره كبير قوي قوي قوي، ده ابتدى هو اللي اخترع مفهوم السبوف، إن يعني احنا نعمل فيلم نتريق بيه على الأفلام التانية اللي طلع بعد كده منه حاجات كتير قوي بقى. كان اسمه هوت شوتس، الفيلم اللي عمله شارلي شين كانت سلسلة. هوت شوتس ما كانش التين نفس التين، كان تين تاني. تيم تاني بس كان قايم على الفكرة. هم عملوا بعد كده عملوا حاجات تانية. الحاجات بتاعت ناشونال لامبونز. ناشونال لامبونز والأفلام بتاعت ليزلي نيلسون اللي هي. الحاجات بتاعت ليزلي نيلسون. بتاعت كده وصلنا لسكيري موفي. يس. هم اللي عاملين سكيري موفي وسوبر هيرو موفي، وهم اللي عاملين الأفلام دي كلها. الثلاثي اللي عمل يعني إيربلين اللي هم. يس. وده جزء مهم من اللي قاعد يحصل هنا هو في الخناقه اللي بتحصل دلوقتي او النقاش، احنا الناس بنتكلم بالراحه، ان كل نوع من الكوميديا ليه وش هنا. يعني من ناحيه الافلام البريطانيه بالكوميديا البريطانيه موجوده، من ناحيه الافلام الصينيه الكونغ فو الهزار موجوده، من ناحيه الافلام اللي واخده نفسها بجديه وده اللي بيخليها بتضحك موجوده. فايربلين هو اللي بيمثل الحته دي في الخناقه دي، بس في نفس الوقت تروبيك ثاندر برضه هو بيعمل نفس الموضوع ده. تروبيك ثاندر برضه بيتريق على تعليق على بعض التروبس، هو بيتريق على صناعه الافلام صحيح مش الافلام، يعني هو بيتريق على الاستوديوز بتاعت هوليوود، وبيتريق ان هي بتعمل الافلام ازاي، وان هي بتتجه ان هي افلام ازاي، وان هي ازاي ممكن ترضي نجم
ان هو يجي يقرر ان هو يبقى اسمر في الفيلم. تروبيك ثاندر دوت من الافلام اللي موجوده على الترابيزه اللي ما عادش ينفع تتعمل بالظبط. ده مش هيتلمس تاني خلاص. وبوشينج ذا ليميت يعني لسه حتى ريسنتلي بن ستيلر كان طلعوا قال له انت اعتذرت عن تروبيك ثاندر, قال لهم انا عمري ما هعتذر عن تروبيك ثاندر. قال لهم انا عمري ما هعتذر عن تروبيك ثاندر. فهو لا من الافلام برضو الخطيره. واير بلين انا بالنسبه لي اير بلين كان من الافلام اللي بداوا فيها فورمات جوكس جديده صحيح ما كانتش موجوده. يعني مثلا زي فورمات الجوكس الاثنين الافريكان امريكان اللي كانوا بيتكلموا جبرش محدش فاهم هم بيقولوا ايه, كان من الجوكس الخطيره. والجوكس ان هما كانوا هنا حتى البانز انا بالنسبه لي ما كانتش بانز, دي كان وورد بلاي مرعب لما بيقول لها هوسبيتال هوسبيتال وات از اتس ا بيلدينج فيلد اوف فيلد اوف سيك بيبل اوت ذات بس نوت اتس نوت امبورتنت. وشيرلي شيرلي يو كان بي سيريس اي ام سيريس اند دونت كول مي شيرلي. وكريم عبد الجبار اللي عمل دور واللي هو انت كريم عبد الجبار لا مش انا لا كان ليزلي نيلسون اصلا بالافيه بتاع دونت كول مي شيرلي دوت هو بنى عليه الكارير بتاعه كله تقريبا. بس تروبيك ثاندر بن ستيلر روبرت داوني جونيور النيو النيو ايج بتاع بتاع احنا ممثلين جامدين جدا بس احنا مش هناخد نفسنا بجديه, احنا عايزين نستمتع بوقتنا. انا لو انا هختار هختار عشان حاجه لسه محمود قال هختار تروبيك ثاندر مش عشان بس الفيلم وبوشينج ذا ليميت وكل الحاجات, لان اير بلين برده كان بيبوش ذا ليميت, عشان اداء توم كروز في دور ليز كروز بيحاولوا يعيدوه تاني من ساعتها كل شويه يجيبوا ايه ليست ستار يغيروا ملامحه ويحاولوا يوصلوا لنفس الدرجه من الاضحاك او نفس الدرجه من التاثير ومحدش عارف يعملها خالص. ده بيوريك الديديكيشن بتاع حد زي توم كروز ان هو ازاي راجل فراق يعني. فانا هختار بصراحه تروبيك ثاندر. استاذ محمود انا هختار تروبيك ثاندر برضو مع الوضع في الاعتبار حاجه, لو دي كانت الفكره اني فيلم بيضحك اكتر بالنسبه لي ايربلين بيضحك اكتر بكتير. ايربلين تايمليس بالظبط يعني, والدليل ان هو لحد دلوقتي لسه ريليفنت, لحد دلوقتي الناس بتحطه في كليبات على اليوتيوب لحد دلوقتي في الريلز وكده. بس لا لو عايزين تضحكوا بجد اتفرجوا على اير بلين. يعني اير بلين ده في حاجات انا كل ما بفتكرها منها المشهد اللي كانوا بيتريقوا فيه على ساتردي نايت فيفر لما دخل الديسكو بتاعه وبعدين عمل الحركه بتاعه جون ترافولتا راح قلع الجاكيت وراح رميه وبيبتدي يرقص راح له انت بترمي الجاكيت على مين يا ابني, انت راح واحد مديله في وشه. انا هقول لك حاجه لطيفه, انت عارف ان هم اللي كاتبين اير بلين جيم ايبرامز وديفيد زاكر انا لو فاكر وجيري زاكر اعتقد مؤخرا في اخر سنين في اخر 20 سنه في سكيري موفي عارفين مين اللي انضم ليهم بدا يكتب معاهم او طلع من مدرستهم كريج ميزن اللي كتب لاست اوف اس واللي كتب واو وقبل تشيرنوبل لاست اوف اس كانت كل افلامه افلام سبوف واو فانت شايف المدرسه بتاعتهم عملت ايه, طلعت ناس شكلها عامل ازاي. yes. عشان الفكره مش فكره ان انا بجيب حاجات واتريق عليها وبس, مش بس كده هما هي لا هي بتاخد وقت, فان هو وحد كل حياته سبوف وقام رايح بعد كده عامل تشيرنوبل. فبقول لك لا فهي يعني لا هو فيلم تايمليس, فيلم يعني مهما قلنا ما مش هنوفي حقه بصراحه. بس ليه نقطه مني انا من الجيل الجديد ريلاتيفلي, بس انا برضو عندي علاقه مع فيلم ايربلين, بس برضو تروبيك ثاندر جامد جدا. فهو اللي هيتقدم يعني انا ايربلين. بس في حاجه يا جماعه, ايربلين الاسم مش ايربلين بس, هو ايربلين علامه تعجب. يس يعني هو اسمه ايربلين مش ايربلين, فهو يعني قرر ان هم يسموه اسم الفيلم كده. والبوستر بتاعه عبقري, هي طياره ملفوفه على نفسها. وايربلين كمان كان من نوعيه كان عندهم نوعيه في الاخراج كده ان هو مهما كان المشهد بيحصل ايه في دايما حاجه تانية بتحصل ورا بتضحك. yes. ملهاش دعوه بالمشهد ولا لها دعوه بالقصه, فهو بصراحه يعني لازم تتفرجوا عليه. المباراه التاليه ذا بيج لباوسكي الممثل الاوحد للكونز مع كونغ فو هاسل. كونغ فو هاسل ده كان اختيار من محمود ابو اسماعيل, اختيار متاخر نسبيا, وكان في درجه من الالحاح او الاصرار على انه لازم يكون موجود معانا في ال 16 الاخرين. ليه يا فندم؟ هو مبدئيا انا بالنسبه لي ستيفن تشاو كونغ فو هاسل وشاولن ساكر, ما بين الاثنين اللي انا افضلهم شاولن ساكر, ولكن اللي كان في اتفاق عليه بيني انا والاستاذ ايمن كونغ فو هاسل. تمام, وانا ما عنديش مشكله ان كونغ فو هاسل يكون موجود. المهم ان الجانرا دي او النوع دي او الفئه دي من الافلام الكوميديه يبقى لها تمثيل, لازم تكون موجوده على الترابيزه حتى لو هتطلع من اول راوند. لا ما هي مش هتطلع من اول راوند مش هتطلع من اول راوند, لان ده فيلم جيد, ده فيلم جدا فيلم. بس انت أنا حضرتك لازم تاخد بالك هو نازل لمين وعلى ترابيزه عليها مين. انا عارف ذا دود. انا عارف صح 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 صح, فيعني اختر الحرب بتاعتك رايي. بس فيلم ذا بيج لباوسكي هو فيلم عن ولا حاجه, فيلم كونغ فو هاسل هو فيلم عن كل حاجه ليها دعوه بالعالم. هقول لك حاجه, قول انت بتحب فيلم ذا كونغ فو هاسل ليه؟
هو صراحه انا بحبه من جزء شخصي ان انا بحب المخرج، بحب الرحله بتاعته، بحب ان هو فعلا بيعشق الصناعه ومستعد يعمل اي حاجه بس المهم يعمل اللي هو بيحبه. فبكل بساطه كونغ فو هاسل هو اول لما دخله شويه فلوس عمل السوبر فيلم بتاعه، فمن كل النواحي بيعمل الحاجه اللي هو عاوزها ومش همه عاجبك ولا مش عاجبك، انا عامل حاجه اللي انا شايفها كول وانا بقدر افهم ده من الصوره اللي قدامي. فيلم مليان باشن، مليان كوميديا مش طبيعيه. كيسه جميله الصراحه، انا موافق جدا. يومي ده جريت كيس، ده بيج لبوسكي. بس ده بيج لبوسكي. انا عارف مش قصدي اهزر، بس هو نزل حاجه صعبه قوي. ده بيج لبوسكي التركيبه، يعني التركيبه بتاعه الكون سواء متمثله في ده بيج لبوسكي او اي فيلم تاني هي بصراحه متوحشه. يعني هو كونغ فو هاسل كمان هو سبوف على الافلام التجاريه بتاعه هونج كونج او سينما هونج كونج. ومعمول فيلم، يعني اكيد شفتوه وانصحكم شوفوه بالنسخه اللي مش مدبلجه. شوفوه بالنسخه بترجمه انجليزيه او بترجمه عربيه. عشان شوفوه هو لوحده، شوفوا الليسته اللي قال عليها محمود دي كلها. شاول السكر ده من عجب ما يمكن، من احلى ما يكون. بس هو ذا بيج لباوسكي، لا يعني ذا بيج لباوسكي كفايه جون جودمان في ذا بيج لباوسكي. يا خبر يعني فلو في حاجات كده ذا بيج لباوسكي، لا 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 ذا بيج لباوسكي وستيف بوشيمي لا وجيسس جون ترتورو. الرقصه بتاع جون ترتورو، لا 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 هو ذا بيج لباوسكي. معلش يا محمود، لا عادي معلش. ملحوقه. المباراه الاخيره في هذا الجانب، شون اوف ذا ديد سبوف اخرى، المره دي هو الممثل الاوحد لإدجار رايت وماي كازن فيني. ماي كازن فيني انا عاوز يعني ادي لنفسي فضل في حاجه، انا تقريبا ساهمت في امتداد شعبيه ماي كازن فيني للجيل الجديد. لان ماي كوزن فيني، انا بكرر الموضوع ده تاني معلش هكرره مره اخرى اللي ما سمعوش قبل كده، اي حد بيجي يقول لي انا عاوز اتفرج على فيلم اضحك عليه لو ما قاليش ذوقه ايه، يعني لو ما قاليش انا عاوز فيلم اضحك عليه اكشن، عاوز فيلم اضحك عليه سبوف، عاوز اضحك فيلم اضحك عليه هاي سكول، لو ما قلتليش انت بتدور عليه انا برشح ماي كوزن فيني عمياني. وعمري ما رشحت الفيلم ده لحد ورجع محبط او رجع بيقول لي لا انا ما ضحكتش. الفيلم من بدايه الهوك بتاعته لذيذه فبتقفشك لحد انا بموت في ماي كوزن فيني، وشايف ان هو فيلم تايمليس ومن افلام الكوميديا القليله اللي حد فيها خد اوسكار. يس ماريسا تومي. وهو فيلم كوميدي لمين يا جماعه؟ لجو بيشي. وفي انهي ايرا ده؟ مش بعد ما بطل جد؟ لا ده في عزه، ده في عز ريجينج بول وفي عز اسمه ايه جود فيلس وفي عز كاسينو وفي عز الكلام ده كله. ده كان بياخد بريك ما بين واحد من دول ومن دول يعمل ماي كازن فيني، وياخد بريك من بين دول واحد من دول ومن دول يعمل هوم الون. يعني الفيلم ده في حاجه كمان، ان انت دايما احنا متعودين على الناس اللي مثلا من افلام سكورسيزي او حاجه اللي بتروح تعمل افلام كوميدي هيبقى روبرت دينيرو. Yeah. دايما هو بيروح من ذا بارنتس، كل الافلام اللي عملها من نايت ران اللي راح. انما جو بيشي لما راح عمل فيلم كوميدي بنفس عصبيته، بنفس الاتيتود بتاعه، بنفس اللير بتاعه، ده غير ان هو فيه لغز قضيه بتتحل وحاجه جميله. آه دي قضيه بطريقه الديسكفري بتاعتها، يعني جردوا الفيلم من كل الكوميديا اللي فيه. انت لو تابعت القضيه لغايه ازاي اتحسمت مايند بلوينج. طب الحسم اصلا ان هو في الاخر جاب دي عشان تشهد، عشان هي اصلا شغاله ايه في الوقت اللي هي كرهته فيه بالظبط، بالاتيتيود بتاعتها على الستيج بالكلام ده كله. فلا هو بصراحه فيلم حلو. لكن كلام جميل جدا. لا استنى، عايز اعمل نفس الحركه اللي انت لسه عاملها فيها من شويه. اوكي كلام جميل جدا، حلو جدا. بس شارون ذا ديد ده ماشي، انت اخترت شارون ذا ديد. بس لكن انا في حاجه محتاج اقولها، ذا كورنيتو تريولوجي بتاعه ادجار رايت وشون اوف ذا ديد، يعني انا شخصيا شون اوف ذا ديد ده اللي حببني في الشغلانه. اكيد فشون اوف ذا ديد من احلى الافلام الكوميدي اللي ممكن تتعمل في الدنيا. في الدنيا، وهو الحاجه الوحيده اللي معموله بطريقه، يعني هقول لك حاجه، شون اوف ذا ديد راح ما راحش عمل سبوف على افلام الزومبي، هو عمل فيلم زومبي بيضحك، وده فرق مرعب ان هو قرر ان هو ما يعملش فيلم سبوف على الزومبي، لا هو عمل فيلم كوميدي في العالم الزومبيز. وإدجار رايت سواء مونتاج سواء ساوند تراك سواء اخراج سواء حاجات كتيره، لا وهو الثنائيه بتاعت نيك فروست و سامان بيك، فهو هيبقى شون اوف ذا ديد بالنسبه لي. اكتر فيلم، مع احترامي لكل الافلام اللي موجوده، بس اكتر فيلم بيعمل فكره الكوميديا البصريه الاخراجيه صح بالظبط. يعني شيل كل النكت اللي موجوده، النكت بين قوسين اللي موجوده جوه شون اوف ذا ديد، كل الحاجات دي. إدجار رايت هو اكتر واحد بيضحك في الفيلم ده كامل، والاسم بتاع الفيلم هو بن على دون اوف ذا ديد. اتس ا كلاسيك بالنسبه لي بقى. انا ما اقدرش ما اضوضش مع ان كازن فيني بجد كان حاجه غير متوقعه ان انا اكون فاكرها لحد دلوقتي، حتى لو اتفرجت عليه مره واحده بس
قصاد شان اوف ذا ديد كلاسيك. بص انا بحب ماي كوزن فيني وماي فوت هيروح ماي كوزن فيني، انا مشتري راي الاغلبيه وكل حاجه بس حقك طبعا لو ماي فوت ماي كوزن يعني ما يتفوتش بصراحه، ولازم تشوفوه برضو يا جماعه. حلو الكلام، ننتقل للجانب الاخر والمباراه الاولى. واحد من ممثلين السينما الانجليزيه البريطانيه، وهي بصراحه ده مش ممثل للسينما البريطانيه فقط، ده ممثل للثقافه البريطانيه كلها من بابها، سواء هنتكلم كتب، كتب سماعيه، مسلسل اذاعي، افلام، كل اللي انت عاوزه في الدنيا. ذا هيتش هايكرز جايد تو ذا جالاكسي دوت عدى عليها تقريبا، هو في البدايه خالص في الاصل اول حاجه ومسلسل اذاعي قبل ما يحصل اي حاجه، والبيروقراطيه بتاعت انجلترا وكل حاجه يس يعني. وطبعا الجنان اللي احنا بنتكلم فيه على مستوى التخيل بتاع لانها هي المفروض ان هي انتر جالاكتيك ستوري، يعني هي قصه عابره للمجرات. يعني في روبوت عنده اكتئاب في الفيلم يعني انت تعرف اسمه ايه؟ لان هو ما بيتقالش ولا مره في الفيلم نفسه اسم الشخصيه ايه. انا فاكر ان هو كان متشال منه حرف، مش كان متشال منه حرف او حاجه. هو اسمه مارفن ذا بارانويد اندرويد. كان بيقول لك I've been speaking to the main computer. كانوا في قضيه كبيره عايزين يلحقوها وخلاص هيموتوا كلهم. قال لك I've been speaking to the main computer. قال له and قال له it hates me. وعلى الجانب الاخر ميسيس داوتفاير ممثل روبن ويليامز على هذه الترابيزه. وانا عاوز اركز في النقطه ديت، يعني ميسيس داوتفاير مش بس كونه فيلم كوميدي عظيم وعبقري، وكان مش عايز اقول ان هو اللي اسس، ولكن كان امتداد لفكره الممثلين الرجاله اللي بيعملوا دور الستات، ودفع الموضوع دوت لعدد كبير من الممثلين ان هم ياخدوا التجربه بعد كده، وكله خيش وتحطم على صخور ايدي ميرفي. لا روبن ويليامز ايدي ميرفي ولا اي حاجه، نوت ايفن كلوز. اوكي الوحيد يعني انا على مستوى السينما العالميه بعيدا عن السينما المصريه، لان احنا عندنا علاء ولي الدين عملها حلو جدا بس بعيد. توتسي داستن هوفمان فقط بالظبط. ف خناقه ابتدى. انت بقى لا انت ابتديت اول ماتش وبعدين قعدت ثلاث ماتشات ما بتبتديش. طيب ميسيس داوت فاير، تعالى نتكلم على ميسيس داوت فاير وعلى هيتش هايكر جايد تو ذا جالاكسي. احنا دلوقتي بنقيم حاجه، احنا بنقيم هنا افلام ما بنقيمش اداءات. يس صح يس. لو بنقيم افلام هيتش هايكر جايد تو ذا جالاكسي ليه؟ هيتش هايكر جايد تو ذا جالاكسي كان فيلم بيكسباند على اكتر من حاجه. هو في الاخر قصه حب راجل لست، بس خدها في عالم اللي هو جالاكتيك، وان هو لف وان هو الارض دخلت كردون مباني حرفيا. مش ممكن يا جماعه الارض دخلت كردون مباني. البلوت نفسه الارض دخلت كردون مباني، الراجل ما بيهزرش. ده اللي حصل، ان المجلس الرئاسي بتاع المجرات قرر انه يزيل الارض عشان في كوبري هيعدي. يعني وفي كذا حاجه، يعني في حاجات انا عمري ما هنساها، ان هو انت كل اللي انت هتحتاجه عشان تسافر الفضاء فوطه. يس مش محتاج اكتر من كده، مش محتاج اكسجين، مش محتاج اي حاجه، انت محتاج فوطه. ميسيس داوت فاير، انا بالنسبه لي ميسيس داوت فاير مش اداء بس روبن ويليامز، لا اداء بيرس بروزنان كمان. يس في دور ان هو حد بيعمل جيمس بوند، وبيعمل هنا دور كوميدي وبيعمله حلو، وبيعملوا هاي اللي هو دور الستيب فاذر اللي عايز يتجوز امهم. فبس انا بالنسبه لي هيتش هايكرز جايد اوف ذا جالاكسي ات بوشز ذا ليميت، كفايه الاغنيه اللي في اوله. يس سو لونج اند ثانكس اند ثانكس فور اول ذا فيش اللي بيغنيها، كفايه الاغنيه اللي في اوله. تاني اكتر جنس ذكي على وجه الارض اللي هو الدولفينز. مين بقى اكتر جنس ذكي على وجه الارض؟ محدش قال. صح، ده فيلم مجنون ابن مجانين. يعني دود هو انا كده انا معايا من ناحيه الكوميديا الانجليزيه، ده الشيء اللي انا دايما مستعد ادافع عليه، وكويس ان هو موجود منه اكتر من حاجه يعني على الترابيزه. ميسيس داوت فاير صراحه الفيلم ده يعني ما كانش النوع الكوميديا اللي جيلي قدر يتعلق معها قوي، لان على قد ما انا بدات استوعب واتفرج على افلام كان بالنسبه لي التروب بتاع ان راجل يعمل واحد ست كان اللي هو اوكي الموضوع بقاش يضحك، ما كانش جديد كتير. بس من الناحيه الثانيه ذا هيتش هايكرز جايد تو ذا جالاكسي من غير يعني ما فيهاش نقاش كتير بالنسبه لي، ده وينر واضح. انا في مشهد بحبه جدا في هيتش هايكرز جايد تو ذا جالاكسي، لما راحوا للكوكب بتاع كل ما تفكر تتضرب البتاع اللي هي بتاع دي. وعلى فكره ما فيش كوميديا فارغه في هيتش هايكرز جايد تو ذا جالاكسي، كلها تعليق على حاجات، كلها رسائل ما بين السطور، كلها انعكاسات ممكن تنعكس على اي مجتمع، وعلى فكره صالحه جدا للانعكاس على المجتمع بتاعنا دلوقتي.
فهي لا ما هي يعني لا وحته انت محتاج تختم الورقه وتروح والممثلين اللي عاملين الكوميديا جون مالكوفيتش وسام روكويل لا لا ما بيل ناي هم برضو الانجليز عندهم حته كده لما يبقى عندهم مشروع من الارث الثقافي بتاعهم لما بييجوا يعملوه كلهم بيروحوا صح. محدش بيقول لك ما عملش هيلين ميرن عامله دور الكمبيوتر صوت الكمبيوتر صح. ايه هي الاجابه للحياه واليونيفرس اند ايفريثينج 42 بالظبط انا موافق انا بموت في مسز دوت فاير بموت في اداء روبن ويليامز ممكن ما يكونش فيلمي المفضل او ساعات بحس ان هو فيلمي المفضل لروبن ويليامز واوقات تانية الاقي نفسي ميال لجود مورنينج فيتنام جود مورنينج ساعات الاقي نفسي ميال لذا فيشر كينج بس طبعا جود مورنينج فيتنام وذا فيشر كينج ما ينفعش يتقال عليهم افلام كوميديه رغم ان هو يهلك من الضحك فيهم بس ما ينفعش يتقال عليهم افلام كوميديه مسز دوت فاير ينفع يتقال بس ذا هيتش هايكرز تو ذا جالاكسي منتج ثقافي اهم تجربه مجنونه اكتر فيلم بيضحك اكتر بكل ريميك ناجح انا عندي الكتاب بتاعه ابتديت اقرا فيه دلوقتي هو مجلد ابن كلب عامل كده هو كتالوج فعلا يس ولما تيجي والعلامه اللي هي بتاعتي هي ولما تيجي تقرا في الاول المقدمه بتاعته الراجل ده اصلا راجل مجنون انا مش فاكر اسمه اللي كاتب الموضوع ده بس هو في الاول عمل مسلسل اذاعي اسمه دوجلاس دوجلاس مش فاكر دوجلاس حاجه مش ادمز حاجه وكل ما كانوا بيطلبوا منه ادابتيشن تانية يعني المسلسل الاذاعي نجح تيجي نعمله بقى على الاسطوانات يروح مغير القصه طب القصه نجحت تيجي نعمله كتب مصوره يروح مغير القصه وهو بيقول بقى يا جماعه ده ساينس اوف ا جود رايتر انت عارف الايرونيك انت عارف الايرونيك هو خارج من مدرسه ايه اول حاجه بدا يكتب فيها ايه مونتي بايثون بمناسبه مونتي بايثون اللي بعده واذا يا خبر ابيض ذا 40 يير اولد فيرجن امام مونتي بايثون لايف اوف براين احنا قعدنا فتره محتارين احنا هنختار ايه المونتي بايثون لايف اوف براين ولا هولي جريل ذا هولي جريل انا تيم مونتي بايثون انا ما انا راضي عن هذا الاختيار تماما تيم لايف اوف براين سوري لايف اوف براين يس انا برضه لايف اوف براين ولايف اوف براين فيلم حساس ومونتي بايثون دول ناس مجانين الى اقصى درجه ممكن نتخيلها في الدنيا وبيعملوا سيناريوهات من اعجب ما يمكن فاحنا موافقين على ان لايف براين هو لايف اوف براين هو الممثل الحقيقي لهذا التحدي تمام بس انا برضو انا كنت لازم اقول ان انا كنت من انا كنت بدافع على ان هولي جريل هو اللي يكون كان البيك بتاعي يعني المالتي بايثون بس برضو ما يمنعش ان لايف اوف براين بالنسبه لي فيلم جدا جدا خرافي وبرضو بيمثل الصوره بتاعت مونتي هو بايثون انا مش فاكر اني فيهم اللي جه الاول مونتي لايف اوف براين اظن لان انا اعتقد ان هم لما عملوا واحد فيهم لايف اوف براين الناس بدات لا لا هولي جريل كان الاول هولي جريل الاول لان هولي جريل كان سكتشات شويه ممكن عندك حق فهو لما عمل هولي جريل الناس طلعت قالت لا وانتوا يو بوش ذا ليميت ومش عارف ايه وبتاع اما عمل لايف اوف براين تعالى انا اخدها على هادي يعني تعالوا طيب للناس اللي مش عارفه فيلم لايف اوف براين فيعني تخيلوا ان هتقدمه لا لا مش هقدمه مش هقدمه ان هناك في الغرب الفيلم ده قوم الدنيا عمل كميه مشاكل والناس طلعت مظاهرات وبتاع والكلام ده فالفيلم صعب يعني مش هينفع مش هنقدر ما نقدرش ما نحطوش وما نقدرش نشرحه بس هو في عدد من اكتر الجمل اللي انا بعتبرها جايدز في حياتي عموما يعني وعلى راسها وات هاف ذا رومانز ايفر دان فور اس في اغنيه ده always look at the bright side of life مش عايزين نقول اللي كانوا بيغنوها كان بيحصل فيهم ايه يعني بينما هم فين كانوا بيغنوا الاغنيه دي على الجانب الاخر ذا 40 يير اولد فيرجن ستيف كارل ده الممثل بتاع جاد ابيتاو على هذه الترابيزه وانا على فكره من كبار المحبين لجاد ابيتاو انت كراجل مبدع في مجال الكوميديا جاد ابيتاو بيمثل لك ايه حاسس ان انا بقيت في برنامج حياتي فاكر بس مبدع في برنامج في الكوميديا ماشي المهم فبقول لك 40 years old virgin هو بيمثل حاجات كتيره جدا هو بيمثل بدايه صعود ستيف كاريل بعد ديلي شو ومع بدايه هو كان ذا اوفيس ما اعرفش هو اعتقد ده كان بعد ذا اوفيس بسنه او سنتين بعد ذا اوفيس هو ذا اوفيس بدا امتى كان ذا اوفيس اجدد اي ثينك ما هو ذا اوفيس البريطاني الانجليزي الامريكي تعرف الجيرفيس الانجليزي لا كان في بدايه الامريكاني انا مش متاكد عموما انا مش متذكر بس هي الفكره ان الفيلم طلع منه جاد ابتاو بدا يخرج وبدا يعمل افلام من اكتر الافلام الكوميديه اللي اثرت السين الامريكي يعني في الافلام الكوميدي وطلع ستيف كارل اللي هو ممثل يعني من احلى الممثلين في الدنيا فيلم خطير الفيلم بيضحك جدا بول رود سيت روجن كان بيلم اكشن فيجرز وانا بحب الاكشن حاجات كتير كده اليزابيث بانكس اليزابيث بانكس كان في حاجات كتير في الفيلم ده
مفصليه. مونتي بايثون لايف براين، مونتي بايثون انا بالنسبه لي هم اساس الكوميديا الانجليزي. صحيح. يعني هم اساس امتداد. لا بلاش نقول اساس، يمكن بلاك هادر والحاجات ديت جم بعدهم، كل دول بعدهم. واو. ده مونتي بايثون حاجه ثانيه مان. يعني حتى فولتي تاور اه بس صح صح، مونتي بايثون دول مع نشأة البي بي سي اساسا. آه والامور دي مونتي بايثون. بس يا جماعه هنضيع كلها انجليزي ولا بعدهم يعني. بس انا هدي صوتي ل 40 years old virgin. تاثر باللي انا قلته؟ لا، عشان انا بحب جود ابتاو. انا بحب جود ابتاو جدا. والفيلم ده بابل الاخراني دوت فيلم زباله جدا. لا عشان هو جود ابتاو مؤخرا بدا دخل في حته ان هو بدا يهتم بالناس بتقول ايه. هو زمان كان داخل بفكره الرابل، ان انا هعمل اللي انا عايزه، هنقول اللي احنا عايزينه، وهنقول براحتنا. دلوقتي هو بدا يهتم بالناس بتقول ايه، وبدا يكيتر مش لمشاعر الناس. انت دايما لازم تكيتر لمشاعر الناس، بس بيكيتر لاراء الناس، وساعتها مش هتعرف تعمل حاجه منتج حر. طب احنا ليه واحنا بنفكر في جود ابتاو ما حطناش فاني بيبل؟ كان هيبقى تمثيل ليه ولكل ممثلين الكوميديا تقريبا بما فيهم ادم ساندلر. هو انت برضه فاني بيبل كان ديبريسنج شويه على انه صح كوميدي. هو صح. هو ما كانش كوميدي، هو كان اسمه فاني بيبل، بس هو ما كانش هو كان بيدور عن كوميديا. بس هم ما كانوش طالعين يضحكوا يعني. الكوميديا ما بتضحكش يا محمود اخويا، يلا الحمد لله. الجمله ليها معنيين بس تمام. يعني تمام. بالنسبه لفيلم مونتي بايثون، انا اتفهم 100% ان في ناس هيكونوا مش مستريحين ان هم يشوفوا الفيلم. دي حاجه اتفهمها 100% ان الفيلم ده هيكون يجي من وراه مشاكل، مش لكل الناس. ونوع الكوميديا بالذات بتاعت مونتي بايثون مش لكل الناس. ذا 40 يور اولد فيرجن اي حد في العالم هيقدر يضحك على الفيلم ده. اي حد في العالم، مش مهم الجنسيه، مش مهم السن، مش لا مهم السن شويه اه شويه. بس انا اقول صراحه ان يعني انت المفروض تكون اكبر عشان تتفرج على لايف اوف براين. لايف اوف براين السبجكت ماتر، الموضوع اللي بيتكلم فيه، الطريقه اللي بيتكلموا فيها اجرى بشكل مش طبيعي عن ذا 40 رول فيرجن. ف الاختيار انت عشان مقدمات وما اخترتش. لا لا لا، مش هقدر اختار. يعني عقلي بيقول لي لايف اوف براين، مع ان لايف براين ما كانش الاختيار بتاعي، مع ان الفيلم عجبني كل حاجه، بس انا اتفهم انه مش هيكون الاختيار للعامه. مش عارف يعني، وانا عمال استدعي مشاهد كوميديه بصراحه، لايف اوف براين عندي بيسيطر. انا هختار لايف اوف براين وهسيبك تسوينج. لايف اوف براين ده يا جماعه، معلش لونج ستوري شويه للناس بتوع الكوره، كان في انهي كاس عالم يا ربي مش فاكر، بيتهيالي 2002 او 2010 يمكن، لما كانت اوروجواي 2010 كانت اوروجواي وايطاليا وكوستاريكا وانجلترا مع بعض في نفس المجموعه. وانجلترا كانت عاوزه ايطاليا تكسب لها كوستاريكا او مش عارف مع اوروجواي ولا ايه علشان هي تتاهل. وايطاليا راحت اتغلبت. اول كلمه قالها جاري لينكر في الاستوديو، وات هاف ذا رومانز ايفر دان فور اس. لا هو في كمان حاجه في التريلر كنت بقولها محمود شويه، ان هو كان في تريلر جمعه عمري ما هنساها، بيقول لك جيتنج ستون وازنت اجينست ذا لو، it was the only law. يعني في حاجات كتير يعني في الفيلم خطيره بصراحه. القائد الروماني. لا انت السوينجت، انا ما اعرفش ده 40 year old virgin. انا بموت فيه، انا بموت في التبادل بتاع بول رود والست روجن بتاع do you know how I know you're gay. الواحد بيتلبش من حاجات غريبه قوي. في المشهد اللي نقله بعد كده رامز جلال بتاع الواكسنج وناس كتير بتشوف رامز جلال يقول لك احلى من ستيف كارل. الناس ديت انا طبعا بشوف بروح اعمل بلوك رقمهم على طول. ستيف كارل المشكله كان عامله لايف، هو عمله فعلا يس. ما كانش والرياكشن بتاعت الناس اللي كانوا واقفين حواليه كان حقيقي، كان في ناس بتبربر من الضحك حقيقي. في مره اصلا في بتاع وهم بيشيلوا قال كيلي اللي اسمها ايه اللي كانت بتغني في امريكان ايدل، كيلي كلاركسون ده ايه بيقول اي حاجه كيلي كلاركسون ما عليك. لايف اوف براين ما اقدرش. الكوميديا البريطانيه بالنسبه لي شيء. البريطانيين هيخبطوا في بعض في دور الثمانيه. واو ماشي. نروح لحاجه الحمد لله مواجهه امريكاني بالكامل، ما عندناش الازمه بتاعت المرات اللي فاتت. ذا هانج اوفر توت فيليبس. اوكي. والفيلم الذي اكتشف زاك جالينفيانا لاكس، برادلي كوبر في ظهور كوميدي، اد هيلمز عارفين احنا ذا هانج اوفر بالحكايه بتاعته، وذا نايس جايز. حقيقي انا بقول بقى يعني بقى لي فتره مش عارف توافقني في هذا الكلام ولا لا، تقريبا في اخر 20 سنه افضل اداء كوميدي من ممثل جاد راين جوزلين. وانا كنت قلت الكليم ده قبل كده وانا لسه بوست. لما صرخ وايده بتتكسر.
لما صرخ لما اكتشف الجثه جنبه في الحديقه. لا 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 عمل شغل رهيب يعني، عمل كوميديا بدرجه اخلاص ما بتطلعش من كوميديانز دلوقتي. فده هانج اوفر امام ذا نايس جايز. يلا ذا هانج اوفر ابدا انت. اوكي ذا هانج اوفر، وانا بالنسبه لي اول حاجه بتيجي في دماغي على طول ذا هانج اوفر. ليه؟ لان فيلم ري واتشابل، يعني تقدر تتفرج عليه اكتر من مره ما تملش منه ولا مره، بيكون حلو مع كل ري واتش، خاصه وده اصلا من جوه القصه بتاعت نفسه، لان القصه عباره عن لغز انت بتروح مع الشله دي عشان يحلوا اللغز، فانت كل ما ترجع تتفرج عليه مره تانية تقوم واخد بالك من حاجات هم ما خدوش بالهم منها وهكذا وهكذا وهكذا، بترجع تتفرج عليه. ذا نايس جايز انا اتفرجت عليه مره واحده بس في حياتي، وما كانش بيموت ضحك. اتفرجت عليه مرتين ما كانش بيموت ضحك. اللي هناك شين بلاك ماشي ممثل مخرج اكتر من رائع، انا فاكر كم من لقطه اللي فعلا يسخسخوا من الضحك، كسره الايد وبتاع والكلام ده، بس كاري واتشابيلتي كبرادلي كوبر وهو بيعمل فعلا دور كوميدي كزاك جالفاناكس، وهو اول دور فعلا يطلع بيه بالطريقه الاكورد الغريبه اللي في الفيلم، بمايك تايسون وهو بيطلع من الفيلم من غير اي سبب عشان يضرب زاك جالفاناكس. خد بالك انت في المشهد دوت، طب مايك تايسون ما طلعش لوحده، طلع هو وفيل كولينز. اوكي هو مشغل اي كان فيل ات جوينج ذا اير تونايت، وراح مشغلين تا 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 تا. فلا هانج اوفر عنده حاجات كتيره. الراجل الصيني بتاع I'm having a hard day. Did you die? اسمه ايه؟ مستر لاو باين؟ اسمه كين حاجة كين. اسمه الحقيقي؟ اللي هو بتاع كوميونيتي. بتاع كوميونيتي. فلا ده هانجوفر فيه. مخرج توت فيليبس يعني اللي بعد كده راح يعني عامل حاجات تاخد اوسكار يعني. ودي حاجة غريبة جدا ان المخرجين الكوميدي مؤخرا بقوا بيعملوا حاجات تاخد. ادم ماكي، توت فيليبس، يس. واسمه ايه ده اللي عمل جرين بوك؟ كان عمل قبلها انكر ماكر فريلي، كان عمل قبلها حاجات كوميدي، عمل ذير سمثينج اباوت ماري، عمل كل الزبالات بتاعت الناس، مي ماي سيلف ان ايرين والكلام ده كله. في امل، في امل. تعالى تصبر نفسك. بالنسبه للامل في المدرسه دلوقتي الكوميديه بتاعت الافلام اللي بتحصل في هوليوود، الافلام الكوميديه بتاعت هوليوود رايحه في داهيه حبتين، ان هم شغالين بمدرسه اللي هي حط الكاميرا، جيب واحد بيضحك خليه يضحك قدام الكاميرا. ذا هانج اوفر من اواخر الافلام اللي قالت لا احنا مش هنعمل الموضوع ده، احنا عندنا قصه فعلا انجيجنج، فعلا ان انت تتحمس مع القصه، ومع القصه في سايد ستوريز، قصص جانبيه عماله تحصل، تطلع من مغامره تموت ضحك، تطلع من مغامره تانية تموت ضحك اكتر، تكتشف ان واحد متجوز ايه ازاي، في نمر لسبب ما مايك تايسون زي ما قلنا يدخل ويطلع، وكل ده علشان رحله التوديع العزوبيه بتاعت صديقهم. لا هانجوفر بس مليان. وعلى فكره هانجوفر التاني حلو، انا في ناس بتتضايق منه انا بحبه. التالت زباله، التالت وحش جدا بس التاني كويس. التاني حلو، هو هانجوفر كان لايتنج ان ذا باتل. حتى الان في ناس بتحاول تقلده في بره وجوه، بيحاولوا يقلدوا الفورمولا بتاعته. حتى زاك جالفاناكس حاول يقلده مع روبرت داون جونيور دو ديت، وهم حتى هم في الجزء الثالث ما عرفوش يظبطوها وما عرفوش يقفلوها، يعني ما عرفوش يقفلوها، يعني ما عرفوش يعلوا على الجزء الثاني. لكن ذا نايس جايز بالنسبه لي تايمليس، لان فكره ان هنا حتى يعني حتى في هانج اوفر انت مخرج كوميدي، مؤلف كوميدي، ال اتنين من الممثلين كوميديانات، انما في نايس جايز انت ما عملوش فكره الفورمولا بتاعه ان احنا هنجيب ممثل جد ومعاه حد كوميدي زي ديو ديت مثلا او اي حاجه، انما هنا اعتمدوا على اتنين ممثلين عندهم اكتنج شوبس بتاعت اوسكار، راسل كرو وراين جوسلينج، وجابوهم يعملوا فيلم مع بعض من امتع الافلام اللي هو، لانه هو فيلم نوار كوميدي يعني فيلم نوار كوميدي. فانا بالنسبه لي نايس جايز يكسب، مع انا بحب هانج اوفر بس نايس جايز يكسب. انا اللي حسوينج، لا انا اشتريت الارجمنت بتاعك بصراحه في فكره ان يعني احنا في الاخر بنتكلم على فيلم كوميدي، ذا نايس جايز فيلم نوار بيضحك. فانا انا 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 معاك في دي، انا مش مختلف معاك. ودرجه العنف ودرجه الاكسبليسيت كونتنت اكتر من الضروري، وعلى فكره هو في الركايز بتاعته كفيلم، لان انا اول لما شفته في السينما في مصر، فطبعا كتير قوي كان متشال. بعدين لما تيجي تتفرج على قلبه بعيدا عن الكوميديا، هو فيلم مش حلو قوي بصراحه، يعني لا اللغز اللي بنتكلم فيه لغز كويس، ولا الستيجز بتاعته كويسه ولا الكلام ده. هو اكشلي هو كان بيحاول يعيد خلق فيلم كان عمله قبل كده شين بلاك، اسمه كيس كيس بانج بانج، كانت فال كيلمر وروبن روبن داون جونيور. حتى روبن داون جونيور عامل كاميو في نايس جايز، بس عامل جثه فعلا، الجثه اللي في اول اللي فيه جثه
ولا فاكر ولا فاكر في جثه في بتاع اللي هو لما بيقع بيبقى في تحت الشجره جثه في الاخر كده موجوده اللي هي الراين جوزلينج لما وقع لما وقع المسدس ونزل ده روبرت داوني جونيور روبرت داوني جونيور لا انا هرجع اشوف الموضوع ده اول مره اعرفها قال لا انا هجو ذا هانج اوفر انا فاكر اول مره شفت ذا هانج اوفر كميه الضحك كميه الجنان وكذلك برضو ان ذا هانج اوفر بيتشارك مع سوبر باد في عامل مهم ان لما الناس دي كانت بتعمل الفيلم ده محدش كان يعرفه بالظبط يعني محدش يعرف مين زجل ان فيناكس محدش يعرف مين اد هيلمز محدش يعرف الناس ديت خالص فذا نايس جايز يطلع ذا هانج اوفر يستمر عشان يقابل الفائز من بورات الممثل بتاع ساشا بارون كوين وده ماسك الممثل بتاع ممثل صغير قوي 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 وتأثيره الكوميدي مش مهم خالص عارفين احنا اسمه جيم كاري اسمه جيم كاري راجل طيب كده محترم ها يا محمود راجل محترم انا عملت ايه انا مش احنا عارفين انت ناوي على ايه اوكي الطفوله يا محمود اوكي طب احنا 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 متفقين على ان دماسك هو الممثل الحقيقي يعني ساشا بارون كوين مين الممثل بتاعه بورد ده مفهوم بديهي ما ينفعش نختلف فيه لكن هل احنا كلنا متفقين على ان دماسك هو الممثل الحقيقي لجيم كاري واحنا بنتكلم كوميديا لان احنا بنتكلم ممثل كلنا عارفين هنختار مين انا صراحه انا لو كنت حاطط انا كنت حاطط في القائمه بتاعتي دام دمر دام دمر بالنسبه لي هو اللي كان ممثل. يكون اللي محطوط لجيم كاري وجيف دانكن خطير برضه في الفيلم وايستر ايج كده هو ما بين كل الافلام اللي احنا كنا عاملينها حتى بين كل الافلام ال 33 فيلم اللي احنا اخترناه ده ماسك هو فيلم الكوميك بوك الوحيد اللي محطوط في جزئيه الافلام الكوميديه صح وجهه نظر واو وجهه نظر ذات بين سيد ممثل كوميدي فيزيائي ممثل كوميدي ارتجالي 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 صحيح ذا ماسك انا يعني معلش عامل ان انا قديم شويتين هيلعب دور مهم جدا انا فاكر دماسك وفاكر تاثير دماسك وفاكر ممثل طالع بيواجه موجه هو فاهم كويس قوي انه مجرد لما يبتدي يشتغل هيقولوا ايه الهبل ده ده واحد طالع يهبل وطالع يتشقلب وطالع يبقى ما اعرف هو بيعمل كده وبيعمله لاقصى درجه ممكن تتخيلها في الدنيا بس هيعملها باخلاص وبعد ما تتخلص من عنصر الصدمه في اول 10 دقائق هتقدر اللي هو بيعمله جيم كاري في دماسك يا جماعه عامل حركات ورقصات وحاجات بوش وكلام زي دوت ناس كتير بتفتكر انها سي جي اي ده شغله هو صح. ده مجهوده البدني هو صحيح. وقدراته البدنيه هو صحيح. اللي بيقدر يعمله في الموضوع ده ماسك بعيدا عن الفيلم نفسه هو فيلم حلو صحيح لطيف جدا بتاعه البيرسوناليتي بالشخصيتين بال اول فيلم كاميرون دياز اول فيلم خالص كاميرون دياز على قد ما انا اعرف هي كان في اوائل ما اعرفش الصراع ما بينه وما بين دوريان شخصيه الشرير كانت عجباني برضه كان عامل لها ارك الكلب مايلو المايلو يس انا صوتي هيروح لدماسك بورت انا على فكره مش من الناس اللي بتتاذى من الكوميديا بتاعت ساشا برون كوين وعلى فكره هما الاثنين يتشاركوا في النقطه اللي انا قلتها انت اول لما تيجي تتفرج على الكوميديا بتاعت ده هتجي لك صدمه واول لما شفنا جيم كاري زمان خالص جات لنا صدمه ولازم تتخطى 10 دقائق من ده عشان تبتدي تقدر اللي هو بيعمله ده هتلاقيه في كل افلام ساشا برون كوين الانجليز يعني مقتحمين الترابيزه مقتحمين الترابيزه الدارك كوميدي والكوميدي بس انا صوتي امريكاني المره دي انا صوتي دماسك وانا برضه دماسك دماسك اوكي تمام مفيش اي مشكله بس برضو يعني بورت لازم يتقال ان فكره الماكيومنتري هو اللي خلاها مين ستريم بورت كمان ان هو بورت تخيلوا الكاميرا الخفيه هو يعني الكاميرا الخفيه تكنيكلي بس هاي ستيكس هاي ستيكس ده بيخطر بحياته بالظبط يعني بالظبط وبعد ما خلص الفيلم قال لك بعد ما خلص تصوير الكاميرا الخفيه زي ما تقول انا هربط قصه منها هعمل قصه منها طلع منها ان هو راح يقابل الست بتاعه بي واتش بتاعه الكلام ده بالظبط انتوا عارفين مش فاكر في انهي اولمبيكس في حد من كازاخستان كسب الذهب شغلوا له السلام الوطني والله الراجل كان واقف على البوديوم وقعد يضحك جات له صدمه طلعوا جابوها من على يوتيوب طلعت بتاعت بورد وصلنا لدور الثمانية والمباراة الأولى سوبر باد وتروبيك ثاندر رغم الاجتياح الإنجليزي اللي محمود بيعبر عنه ولكن دي مواجهة أمريكان سوبر باد ولا تروبيك ثاندر 2007 2008 احنا ايه السنين اللي فاضله معانا على الترابيزه بحب الجانب الاحصائي ده عندنا ممثل السبعينات لسه موجود الثمانينات داست من قبل ما نبتدي تقريبا التسعينات عندنا ممثلين مش مبطلين والالفينات البدري الالفينات المتاخر مفيش يعني من بعد 2010 مفيش ولا فيلم هو الافلام الكوميديه عموما في امريكا كمان في العالم كله يعني الفيلم الكوميدي بيضعف لنتيجه يعني ده مؤشر وبينقل الواقع اللي احنا وصلنا له ده لا هو الفيلم الكوميدي دلوقتي حتى بقى انت الافلام الكوميدي هتلاقيها دلوقتي بتتعمل على البلاتفورمز بس
لان البادجت بتاعتهم قليله اقل من الافلام الثانيه وبيعهم سهل. وهقول لك مثال مثلا يعني جريج موتولا اللي عامل سوبر باد ده لسه عامل فيلم ريسنتلي مع اسمه ايه اللي بيعمل جون هام اللي بيعمل مادمان اسمه كونفيس فليتش. أوكي. فيلم حلو جدا لطيف. انت سمعت عنه خالص؟ بس فبقت في افلام يعني الافلام الكوميديه بقت سلعه يعني الناس بتخاف منها بتقلق منها بيروحوا للبلاك بلاسترز والاكشن. وده غير ان انت دلوقتي انت هتلاقي نفسك بتخش مثلا فيلم زي ثور راجناروك بتضحك صحيح فري جاي بتضحك فليه هخش اعمل فيلم كوميدي بس على عكس الوضع عندنا. لا احنا عندنا السلعة اللي ماشية اكتر الفيلم الكوميدي اللي بينجح لسه اكتر فيلم الخروجة فيلم الناس بتحبه فيلم الكوميدي. alright super battle tropic thunder. ها انا عارف انا هختار ايه. انا عارف طب انا احنا الاثنين عارفين ما نقول. انا اقول سوبر باد tropic thunder tropic thunder. سوبر باد انا شفته في 2007 ساعة 2007 كنت متخرج بقالي 7 سنين. فلا يعني ماشي يعني كوميدي من هنا للسنه الجايه بس مش عارف الريليت يعني اللي بيعانوا اكتر هم اللي كانوا في الوقت دوت يا اما مقبلين على المرحله ديت يا اما في المرحله ديت يا كلام زي ده. ف لا انا تروبيك ثاندر. وعلى فكره انا في المشاهدات الاولى ليا لتروبيك ثاندر انا ما كنتش ميت على روحي من الضحك. وهو على فكره فيلم ما يموتش من الضحك. المشاهد اللي فيه المضحكه اللي بجد قرب النهايه لما المواجهات بتسخن قوي العيل الصيني والعصابه المخدرات والكلام ده ولما فهمنا لان في الاول احنا ما كناش نعرف ان ده توم كروز. يعني لما فهمنا ان ده توم كروز وهو بيعمل ايه بالظبط الموضوع قلب هيلاريس شويه. انا هفكرك بحاجه دور ماثيو ميكانهي يس في الفيلم. لا الفيلم ده كان في حته بتاعت ليس كروسمان ده انا عمري ما هنساها في الميتنج اللي هو بيقول اللي هو مين فين المخرج فين المخرج لما كان اضربه بالقلم انت مخرج انت مين انا اضربه بالقلم جاي حاجات كده لا ماشي بس برضه ما نقدرش ننكر ان السوبر باد طلع ناس كتيره ومن الناس اللي ما لم يتم ذكرهم اللي طلعوا من سوبر باد ايما ستون ترو طبعا ايما ستون بس انا ما عنديش مانع احط ايزي ايه لايما ستون على فكره انا حابب ابرئ نفسي من حاجه لكل السيدات والانسات اللي بيتفرجوا. انا كنت عايز احط برايدز ميدز وكنت عاوز يبقى في تمثيل للكوميديات النسائيه علشان انا بعيد عن هذا التحيز وهذه الذكوريه المسيطره على هذه الترابيزه. ما كانش في اي مشكله. برايدز ميدز كان المفروض يتحط وايزي ايه كان المفروض يتحط كمان. ايزي ايه ما حدش جاب سيرته بس برايدز ميدز ده حقيقي صراحه انا ما جبتش سيرته بس البرايد ميدز انا بالنسبه لي البرايد ميد ما كانش هيتعمل اصلا الفيلم ده لو ما كانش فيه هانج اوفر بس احنا اوريدي حاطين هانج اوفر فاللي هو لا يعني انا بالنسبه لي برايد ميد كان على الكوميديا اللي شايفه في فيلم ذا ديفلز وير برادا كان حلو بيبي ماما كان خطير. انا شايف ان ترين ريك يستحق الزكاه ترين ريك بس للامانه يعني ترين ريك يعتبر كوميديا نسائيه صح بس انا لو احطه عشان بيل هيدر مش عشان هي بس وليبرون جيمس كان فيه برضه لا كان بس اصلا المشهد العبقريه كان فيه كان طالع في السينما ما بيعرفش يتخانق. العبقريه بتاعت انك تطلع ليبرون جيمس بشخصيته الحقيقيه وتحط له صفه مش فيه انه بخيل انه يعني مصاحب الدكتور عشان يصرف عليه فلا هو كان فلا دي نبقى نعمل افلام نسائيه حلقه تانية بس لا هي في افلام كوميديه طبعا بس احنا يعني كانت خناقه. تروبيك ثاندر يتاهل. المهم ان انا كسبت تروبيك ثاندر اللي تقريبا ما فيهوش ولا ست. هو ما فيهوش ولا ست. The Big Lebowski و Shaun of the Dead. الكيس بتاعتك لـ The Big Lebowski. The Dude. I know. الديناميكس بتاعت الفرنشيب العبثية بتاعت The Coens مهم جدا تمثيلها يفضل موجود معانا وهي متمثلة في The Big Lebowski في واحدة من أبهى صورها والميل الأكبر في اتجاه الكوميديا. يعني الكوينز بيقدموا كوميديا محقونة جوه أحداث درامية يمكن متابعتها وفي الأغلب بتقلب لنهايات مأساوية زي ما حصل في فارجو وحاجات زي كده. فده بيج لباوسكي عمل ده شوية بس بشوية رقة بشوية هوادة كان الميول بتاعته الرئيسية في إن عندي ممثلين جادين أنت ما شفتهمش قبل كده بيعملوا هارد كور كوميدي عاوز أوري وشهم التاني. وعشان كده طلع ثلاث شخصيات لجيف بريدجز والجون جودمان والستيف بوشامي يعتبروا كرتون وبولينج تيم. هم في بولينج تيم هم التلاتة عايزين يدخلوا بطولة بولينج قصة يعني. وزي ما انت قلت انا احييك على انك اديت التكريم الرئيسي لجون جودمان وعمل شخصية مليانة تناقضات.
انا بحب لا انا بحب ذا بيج لباوسكي جدا، وبحب الكوميديا بتاع ذا بيج لباوسكي. لما بتفرج عليه مش بتفرج عليه بس عشان فيلم حلو، انا بتفرج عليه حقيقي عشان اضحك. جميل جدا. سؤال تاني عشوائي، ما بين الثلاثيه بتاعه الكورنيتو، شان اوف ذا ديد بالنسبه لك احسن واحد؟ اه هوت فاز. ايه ده بجد؟ طب منهم دول اللي بيحبوا هوت فاز اكتر؟ انا بحب هوت فاز، بس انا بحس ان شان اوف ذا ديد ديفلوبمنت، يعني احنا اتحسنا على جميع الاصعده واحنا بنعمل شان اوف ذا ديد. بس هو هوت فاز كان في حاجه مش موجوده في شان اوف ذا ديد، الا وهي ان كانوا الممثلين كلهم، انا بحب ان انا لما بشوف كلهم كانوا ممثلين اللي هو يتقال عليهم ممثل قدير، كانوا ممثلين عشان البلد كانت كلها الكبار بتوع البلد تدول عليهم ممثل قدير، وبيطلع منهم كوميديا هايله، فانا كنت بحب ده جدا. وكان في بقول لك الاكتر من كده، انا المرحله اللي بتضحكني في هوت فاز قبل ما يتعزل، اللي هي وهو في وهو قاعد بيضايق الناس، ده غير ان هوت فاز كمان في حاجه من احلى مشاهد المونتاج اللي انا شفتها في حياتي، اللي هو هو بيتنقل من لندن للبلد، وعمال يوريك ان ازاي الشبكه عماله تختفي. اه يا الله. وان هو في هوت فاز حكى لك القصه كلها في 10 ثواني بسرعه، في كرياتيفيتي في الحكي. انت عملت المشهد ده في الفيلم بتاعنا. اه في المونتاج بتاع الشاي والبتاع. يب. اصلا انا بعشق حاجه اسمها ايدجر رايت، تمام؟ وبالنسبه لي افضل فيلم لايدجر رايت كان شان اوف ذا ديد، لان شان اوف ذا ديد كان اللي هو فعلا المخرج اللي لسه شاب، اللي مع اصدقائه، اللي عايز ينكت، عايز يستمتع بوقته، وعايز فعلا يستعرض كل عضلاته الاخراجيه ويقول نكت من الاخراج. عشان ابتدت المشهد وهم بيشرحوا الخطه عشان بعد كده في الاخر يوم رايحين الوينشستر وعمالين يرجعوها كل شويه يوصل للبير في الاخر. الكلام ده حصل في 2004، من بعد ما عدى 11 سنه في فيلم انت مان، تشوف البصمات بتاعت ادجر رايت في اللي الناس بتقول عليه اللي هو احسن حاجه في فيلم انت مان، اللي هم اوريدي عشان ادجر رايت كان هو اللي كاتب، كان هو اللي عامل التريتمنت بتاع فيلم انت مان، اللي هو بالنسبه لناس كتيره من اكتر الافلام الكوميديه في عالم مارفل السينمائي، والحركه الصايعه بتاعت انت مان ان هو يعملوا يحركوا شفايفهم والقصه عماله تحكي، متاخده من شان اوف ذا ديد عشان دي الحركه بتاعت ادجر رايت، عشان ادجر رايت بيحكي قصص بشكل حلو وبينكد بشكل حلو. فانا مهما عبرت عن حبي لفيلم شان اوف ذا ديد اللي بالنسبه لي هيكون احسن فيلم كوميدي او في التوب 3 من الافلام الكوميديه اللي اتعملت، انا بخانق الخناقه دي لوحدي. صح انت عايش هو قدم خطه باشا. انا عايش شان اوف ذا ديد. انا هقول لك انا هختار بناء على ايه. انا هختار ان ادجر رايت هيقدر يعمل افلام احسن من شان اوف ذا ديد تاني، انما ايفن ايه الدليل على ده؟ معامل دوت من 2004 عشان اقرب حاجه وصل لها بعد كده كانت بيبي درايفر وفصله الاخير، عشان هو بيجرب، هو في مرحله التجريب. مرحله التجريب ده بيقال عليه مخرج قدير دلوقتي. هضرب لك مثال بسيط ب سكوت بيلجرام. مش سكوت بيلجرام، لا انا بحب سكوت بيلجرام. سكوت بيلجرام خرافي. سكوت بيلجرام في حركات كاميرا تموت من الضحك، يعني حركات كاميرا تموت من الضحك. ادجر رايت انا بالنسبه لي هو في حته كده هو عايز يعملها، ان ادجر رايت لما كان بيعمل الكورنيتو تريولوجي ما كانش مشغول بهوليوود، هو كان بيعمل افلام انجليزيه بحت. بدأ بعد كده ينتروديوس فكرة هوليوود لما راح عمل بيبي درايفر، وبعد كده راح رجع عمل الفيلم اللي هو اسمه ايه الاخراني بتاع البنتين ده، كان اسمه ايه؟ لاس نوت ان سو. ايوه يس. فرجع للانجليزيه تاني. هو بيفكرني بالرحله بتاعه جاي ريتشي واحده واحده. اوكي. جاي ريتشي راح كان بيعمل افلام انجليزيه بحته بتاعته، لوك ستوك وسناتش وروك اند رولا، كل الحاجات دي. بعد كده راح عمل جلاده، بعد كده راح عمل حاجات امريكاني، وبعد كده رجع عمل ذا جنتلمان. انت عارف ان هو في مسلسل ذا جنتلمان اسمه ذا جنتلمان، مش عارف بيتعمل منه مسلسل. وبعدين انا في فيلم مستنيه لجاي ريتشي اللي هو اسمه ذا مينستري اوف ان جنتلمانلي وورفير، ده فيلم ده هنري كافيل وحاجات كده. فانا مستني الفيلم ده. فانا اي بليف ان ادجر رايت هو في مرحله ان هو انا عايز اجرب، انا عايز بس اشوف الدنيا دي بتعمل، وهيرجع يعمل تاني. انا ذا بيج لباوسكي مش هيتعمل زيه تاني، فانا صوتي لذا بيج لباوسكي. هو عمل كيس اخر بتاعتي، كان المفروض هو اللي يبتدي. ذا بيج لباوسكي مش هيجي زيه تاني. وبعدين بالنسبه لي في حاجه كمان لطيفه بين الفيلمين دول، لو هما هيواجهوا بعض، تروبيك ثاندر كان فيه الجوك اللي هي بتاعت ام ذا دود بلاينج ذا دود ديسكارد ذا نذر دود. هنا في ام ذا دود، فاللي هما فيهم نفس الجوك. معلش فمعلش يا محمود، ذا دود ابايدز. مفيش مشكله عشان محمود برضو اخونا، يعني نظبط الراجل. ما
The Hitchhiker's Guide to the Galaxy امام اطول عنوانين لاي فيلمين يعني دول دول على فكره دول احنا هقول لكم نكته حلوه كنا احنا بنحط الفيلم كنت عاملين تيبل كده على الجوجل درايف علشان نحط فيهم الاسماء ففي الاسماء اللي اسمها طويل شويه نزلت على سطرين فاحنا بنعدهم ساعات كنا بنعدهم اثنين منهم كان ايه أوستن باورز ذا سباي هو شاجني محمود ساب أوستن باورز ذا سباي هو مسك في شاجني انا ما شفتش فيلم شاجني ده ف ذا هيتش هايكرز جايد تو ذا جالاكسي ومونتي بايثون لايف اوف براين انا ابتديت المره اللي فاتت فانا مش هبتدي المره دي عندنا سيتويشن الماستر وال دول وعلى فكره دول خلاص الممثلين بتوع السينما الانجليزيه بعد الاجتياح اللي كان حاصل حصلت مجزره اخرى وتركوا في مباراه لوحدهم يو جات يور كلاسيكس يو جات يور مودرن كلاسيكس اه وده ما كانش هيتعمل لولا ده يعني ده ما كانش هيتعمل بس ده تطوير مناسب في نفس الوقت مش مجرد انه حاجه خدت فرصتها بالظبط Life of Brian بالنسبة لي بسيط محمود انا اللي سوينج انا اللي سوينج اه انا اللي اقول عشان انت اللي سوينج ميك سنس ذا هيتش هايكرز جايد تو ذا جالاكسي اتس ا واي اوف لايف بالنسبة لي ذا هيتش هايكرز جايد تو ذا جالاكسي الكوميديا بتاعته بالطبيعة بتاعتها كانت اكتر حاجة لايقة على ذوقي اخيرا لقيت فيلم بيكلمني وبعد كده لما خرجت منه وابتديت ابص على كل محمد هتقول لا عاوز ده هيز نوت ذا مسايا هيز جاست ا فيري نوتي لا ذا هيتش هايكرز جايد تو ذا جالاكسي انا بحب جدا المواجهه بتاعه البريزيدنت وكاماكافولا ولا كان اسمه ايه هاماكافولا اصلا الشخصيات اللي هم حطوها في كل مجرة ده بيفضل ينده سام روكويل كان بينده هاماكافولا لا كان في حاجه ثانيه بينده لا كانت في كلمه بينده كده مش فاكر كانت خطيره جدا كان اصلا يعني طالع رئيس عنده رقبتين عنده راسين حط الاثنين في واحد كاريزماتيك والتاني اهبل ان هو عمل زي استقصى للهبل وحطه في حاجه لحت هيتش هايكر جايد تو ذا جالاكسي واو اوكي احنا مش قصدين نصدمك ولا لا مش عمليه عنده اول جود اول جود اول جود بجد المباراه الاخيره في الدور ربع النهائي ما بين ذا هانج اوفر وذا ماسك طب علشان مش يعني ما تبتديش انت عشان لما بتبتدي بنحبطك فبنضايقك فبنخسر الدنيا انا هضطر افوت ذا ماسك هو الفيلم اوف ماي جينيريشن ده الفيلم بتاع جيلي ده الفيلم اللي احنا اتربينا عليه ده اللي حببنا في جيم كاري مش بس حببنا في جيم كاري ده اللي عرفنا بجيم كاري احنا ما كناش نعرف مين جيم كاري ده من اساسه فانا بكل تاكيد هفوت ذا ماسك على طول اوكي استاذ ايمن هانج اوفر بتقول انت طيب ذا ماسك انا بالنسبه لي هانج اوفر صراحه لان اصلا الاختيار بالنسبه لي لجيم كاري ما كانش ذا ماسك بالنسبه لي كان بالنسبه لي الكوميديا اكتر حاجه كوميديه تضحكني فعلا توريني جيم كاري سخس على نفسه دامن دامر معروف بالنسبه لي انا ذا ماسك لسببين ان هو ممثل جيم كاري وممثل الانيميشن بشكل او باخر ان واي يعني ما تقدرش تنكر مثلا ان ماسك فيه فايب بتاع روجر رابت روجر رابت الميكس ما بين الحقيقه والانيميشن بس هو فريمد روجر رابت كان 2 دي انيميشن ما كانش 3 دي انيميشن بس انا قصدي ان ذا ماسك هو بيزيكلي حط شخصيه كرتونيه في عالم حقيقي اوكي هو زي اسمهم ايه بتاع الباسكت اسمه ايه سبيس جام سبيس جام زي الحاجات دي فانا ذا ماسك احنا ازاي ما حطيناش هو فريمد روجر رابت دي جريمه ده فيلم خطير بس لا انا ما اظنش ان هو بس يتصنف ككوميدي لا ممكن ما يجيش لا بس هو فيلم بعد ده فيه اصلا حلم الشباب كلها اسمها جيسيكا رابت يعني حلم الشباب كله ذا ماسك مفيش مشكله بس هانج اوفر بالنسبه لي برضو طبعا لا هانج اوفر في ماوت راشمور بتوع الافلام الكوميديه هانج اوفر المودرن نص النهائي مام مجزره المباراه الاولى دود لدود احنا بقى عندنا فيلمين من التسعينات وفيلمين من الالفينات عشان كده يا جماعه احنا انا بعترف يعني موضوع افضل فيلم كوميدي في التاريخ اللي احنا حاطينه ده عشان بس التايتل لا يحتمل ان احنا نشرح اكتر من كده بس يعني لو كنت مثلا توب 10 كنت بقى اسهل بكتير لو انت كنت تعمل توب 10 يا كنت هتلاقي روم ان انت تعمل حاجات تروبيك ثاندر ولا ذا بيج لوباوسكي وات يعني ولا فيلم من الاربعه اللي موجودين قدام الترابيزه كنت اتوقع ان هو هيميك ات لهناك بس برضو ما يمنعش ان دول اربع افلام من احسن الافلام الكوميديه طب انت فاكر لما كنت بقول ان الليسته فيها فيلم انا عاوزه يكسب ومش هقول لكم ايه هو لسه موجود وانا عارف هو ايه لا مش عارف طيب. ما اعتقدش انك عارف ماشي اوكي
تروبيك ثاندر وذا بيج ليباوسكي. انا اكون صريح، انا بجد اكون صريح، انا لحد دلوقتي مش فاهم فيلم ذا بيج ليباوسكي. انا اتفرجت عليه كذا مره، بستمتع لما بشوف لقطات منه على اليوتيوب، اوكي بستمتع بالغرابه بتاعته تمام، بس كهول ثينك كتجربه كامله عمره ما اتكلم معايا 100%، عمري ما قدرت افهمه 100%. هل ده علشان المخرجين كانوا بيحاولوا يحطوا حاجات ليها سنه نيوانس؟ كل افلام الكونز كده بالظبط تمام، والكونز برادرز هم اللي هم تمام بالاسامي بتاعتهم، مع انهم مش الاساس بتاعهم، يعني من الافلام القليله المتماسكه اللي ليها حدوته من اولها لاخرها اللي هم عملوها نو كونتري فور اولد مان مثلا، الباقي كله تجارب عبثيه، حتى فرجوا في عبث، حتى كل حاجه فيها عبث. فانا بس انا هكون صريح بالنسبه لي ان هنا هو في، وبرده تروبيك ثاندر مش ما كانش من الافلام اللي انا بشجع، عشان لان في كل راوند تروبيك ثاندر كان موجود فيه انا كنت بفوت للحاجه اللي ضده، ولكن مع ذلك انا الفوت بتاعي يروح لتروبيك ثاندر في النقاش دي، بس الموضوع لحاجه شخصيه، لان ذا بيج ليباوسكي عمري ما قدرت اتعلق بالفيلم ده 100%. اضحك عليه ايوه لوحده ده لحاجات منفصله، لان بالنسبه لي الفيلم كامل عباره عن كده حاجات بس متكسره بتضحك on its own. تروك ثاندر تجربة. ما تقولي انت. انا محبط شوية في الماتش ده. وكنت اتمنى انه ما يحصلش في نص النهائي. اوكي. ليه؟ لان الفيلمين افلام كويسة جدا. ذا بيج ليباوسكي فيلم رائع. طبعا. تروبيك ثاندر فيلم كويس جدا. بس مش الاثنين هم الممثلين الرئيسيين بتاع فكرة الكوميديا اول ما تيجي في دماغك. يعني انت لو حد بيقولك عايز تتفرج على فيلم اضحك عليه النهاردة، لا هترشح تروبيك ثاندر ولا هترشح ذا بيج ليباوسكي. بس للامانة في تصنيف الكوميديا بالتحديد لو اتزنقت ما بين الاثنين هقول تروبيك ثاندر. اكيد. انا تروبيك ثاندر. تروبيك ثاندر بيوصل للنهائي. انا كده خلاص انا بتبرأ تماما من فكره افضل كوميدي في التاريخ، لان مش ممكن نهايه افضل فيلم كوميدي في التاريخ يبقى في تروبيك ثاندر، مش ممكن، لان الفيلم ده كمان مش هيتعمل تاني. صح، مش هيتعمل تاني. والمواجهه على الجانب الاخر، ذا هيتش هايكرز جايد تو ذا جالاكسي، في ممثل للسينما البريطانيه وصل معانا للنهائي يقابل ذا ماسك. لو سمحت اتكلم، لان ذس از يور باتل، دي الخناقه بتاعتك. اشمعنى؟ عشان الفيلمين انت مدافع عليهم كتير طول الفايتات، كان دول من اكتر اتنين انت مدافع عليهم. انا بضحك في الاتنين، بضحك قوي في الاتنين، بس انا عمري في حياتي ما هحمل دماسك وزن فيلم ذا هيتش هايكرز جايد تو ذا جالاكسي. ذا هيتش هايكرز جايد تو ذا جالاكسي زي ما بقول لك كده شايل ارث ثقافي تاريخي لدوله بالكامل. بيعكس مراحل كتير في تاريخها، زي ما كنت بقول الراجل كان بيأدبت القصه كل مره بيغير في احداثها عشان تنقل اكتر الرسائل الاكثر تناسبا مع الجيل اللي هو بيكلمه، الاودينس اللي هو بيكلمهم. الفيلمين في ظاهرهم يبانوا زي ما يكونوا تجربه هايفه جدا، او تجربه مليانه جنان وخلاص، بس لا، لما تيجي تفكر اكتر في ذا هيتش هايكرز جايد تو ذا جالاكسي، احنا بشكل عابر اتكلمنا على عدد من المشاهد زي ما يكون هزار وعبث وخلاص، هي كلها وراها رسائل وكلها وراها حاجات كويسه قوي. يعني يا جماعه بشكل عابر كده، من اكتر المشاهد اللي بتضحك في الفيلم دوت، واللي بتتحط كتير لايمن قال عليه ان الناس اتحطوا في كوكب كل ما بتفكر بتضرب القلم على وشك، لو مفيش رساله واضحه في الموضوع دوت اكتر من دوت تبقى عامله ازاي. الكاست، انا بموت في الكاست بتاع ذا هيتش هايكرز جايد تو ذا جالاكسي، الشخصيات المسانده والشخصيات الرئيسيه، موس داف والجدع اسمه هيرب ماني بتاع ذا هوبيت ده، مارتن فريمان يس، وزوي دا شانيل كاتيه، وزوي دا شانيل و سام روكويل، واسمه ايه ده، كان جون مالكوفيتش همكه فولا، وبيل ناي هو الراجل اللي جه في الاخر حرر الدنيا. انا بحب الكاست وبحب المغامره وبحب حدودها. عايز اقول كمان ان السي جي اي بتاع الفيلم ده حلو وموجود عشان يضحك في المقام الاول. كان بيعجبني المسجز اللي في النص بتاعت ان كل شويه كانوا يجي يشرح، يطلع الجايد يشرح الحفله وهو بيخبط ان كان في حفله في البطروم والحاجات دي. استاذ ايمن، هيتش هايكرز جايد تو ذا جالاكسي. جميل جدا. هو كده يعني هنروح مع ده، صحيح ده الاختيار بتاعك صح؟ yes. ده البيك بتاعك. yes. جميل جدا، انا متفق مع ده، متفق عشان وكده انا افان للبريتش كوميدي، الكوميديا البريطانيه الانجليزيه الخرافيه دي، ومع الكاست اللي انتوا لسه اتكلمتوا عليه، مع الاسامي كتير انتوا لسه متكلمين عليها، كل دول طلعوا في فيلم شون اوف ذا ديد، وبالنسبه لي شون اوف ذا ديد احسن من هيتش هايكرز. لا ننكر ان ذا ماسك يا جماعه ده فيلم
من احلى الافلام اللي ممكن بتاعت جيم كاري اللي بتظهر موهبه جيم كاري. صحيح. لو في حد جديد شويه ومقفول من انه يشوف ذا ماسك لان البوستر او كليبات اللي بيشوفها هايفه قوي او عبيطه قوي او كلام زي ده، لا معلش هو تجربه كوميديه ما بقولش ان فيها اي درجه من درجات العمق، بس ممتعه جدا. النمره بتاعت بوم تشيكي تشيكي بوم دي بتبين القوه بتاعت الكوميديا الفيزيائيه بتاعت جيم كاري. اجريت. النهائي على لقب هذه الحلقه تروبيك ثاندر يقابل ذا هيتش هايكرز جايد تو ذا جالاكسي. الصناعه الامريكيه في ابهى صورها والصناعه الانجليزيه في ابهى صورها. يعني على الاقل وصلنا لممثل من الناحيه دي وممثل من الناحيه دي. امريكا وانجلترا بيتنافسوا في النهائي. ابدا انا ولا بقى انت؟ ابدا انت بقى، انت اللي ابتديت الاول ماتش وانت اللي تبتدي اخر ماتش. هيتش هايكرز جايد تو ذا جالاكسي انا بالنسبه لي ده احسن فيلم كوميدي شفته في حياتي بمنتهى البساطه. ده بجد مش مجرد ان هو في الليست ديت، فيلمي المفضل. لا بتهزر؟ فيلمي المفضل. قلت لك مثلا انا شفته فوق 20 مره وستيل باينجويت. انا بحبه بحبه، بحب طريقه سرده وبحب الجوكس اللي فيه وبحب التمثيل. بحبه، طريقه سرده مختلفه، فيلم شجاع. يعني احنا من قبل ما نقول يا لستة ومن قبل ما نقول يا اي حاجه، انت لو حد سالك فيلمك المفضل الكوميدي في التاريخ ده هيتش هايكرز جايد تو ذا جالاكسي. ده اكتر فيلم بحبه في التاريخ شوشانك ريديمشن. واو. اكتر فيلم بحبه في التاريخ، فيلم مهما اتفرجت عليه فيلم بحبه. انما هيتش هايكرز جايد تو ذا جالاكسي اكتر فيلم كوميدي بحبه. انت اكتر فيلم كوميدي بتحبه سواء جوه الليستة او بره الليستة كان شون اوف ذا ديد. احنا اسفين هو راح في حادثه، معلش حادثه بوز، معلش انا يعني ما راح يعني في حادثه مدبره. هيتش هايكرز جايد بالنسبه لي يعني هو كان ثالث احسن فيلم انجليزي في الليسته اللي موجوده، ولو ده علمنا اي حاجه علمنا ان الكوميديا أزواج. طبعا ده مهم جدا. أزواج. بس انا صراحه بالنسبه لي لو الخناقه هتكون بس بالنسبه للاثنين دول، انا بالنسبه لي الكوميديا البريطانيه دايما تفوز لان ده جوي اكتر في الكوميديا. ولكن مع ذلك كان شون اوف ذا ديد احسن. ما علينا. فانت موافق؟ انا موافق. يا هيتش هايكرز اكيد. لا 100% بس مش لدرجه اللي قالوا ايمن ان هم بالنسبه لك مش اعظم فيلم كوميدي، ولا حتى كان في الليسته، ولا حتى في الليسته من انجلترا بالتحديد. يعني الكلام ده انا موافق تماما. كان المفروض بتاعك راح لمين من الاساس؟ انا من الاول عايز ذا هيتش هايكرز جايد تو ذا جالاكسي يكسب. ذا هيتش هايكرز جايد تو ذا جالاكسي هو فيلمي الكوميدي المفضل في التاريخ. يعني مراتي وهي بتتفرج على الحلقه ديت من ساعه من الاول خالص وانا بقول ان في فيلم ليا على الترابيزه عاوز يكسب، هي عارفه ان هو ده، وهي عارفه ان انا هلعب لعبه طويله عريضه عشان اوصل. هيتش هايكرز جايد تو ذا جالاكسي يعني مثلا تروبيك ثاندر سبوف على صناعه الافلام، ايربلينز سبوف على مش عارف ايه، ده سبوف على الحياه، ده سبوف على الحياه، على حياتك. ان انت حياتك دي ممكن ما يبقاش ليها لازمه، ممكن تروح في يوم. انا فاهم ده، بس اظن ان انا علاقتي الشخصيه اقوى مع كان مع فيلمين من الافلام اللي ذكرناه منه، كان كونغ فو هاسل وشون اوف ذا ديد، فدول اللي انا ليا علاقه. بس لا ما هو طلع من اول ده هيتش هايكرز جايد تو ذا جالاكسي هو الفيلم اللي انت محتاج تشوفه في الوقت المناسب من حياتك. لو ما جالكش في الخمس سنين الصح من حياتك هيعدي. عشان كده انا بقول لك لو حد بيسالني على فيلم كوميدي يتفرج عليه انا بقول ماي كازن فيني، لان انا عارف ان ده الاقرب لكل الاذواق. مش كل الاذواق هتحب ذا هيتش هايكرز جايد تو ذا جالاكسي، هيقولوا ايه الهبل ده، ايه الهيافه ديت، ايه الكلام ده. بس لا انا زي ايمن بالظبط، انا زي ايمن بالظبط في كل كلمه قالها. انا شفته على الاقل 30 مره، انا مفيش مره اخبط فيه في التلفزيون غير لما لازم اقعد اتفرج عليه لاخره. وشاوشانك ريدمشن هو فيلمي المفضل في التاريخ فعلا. بس برضه عشان معلومه اخيره، ان كتير من الافلام يعني اللي كانت موجوده هنا اهو مش هتكون على جو كل الناس من ناحيه اكيد الكوميديا. يعني انا افهم ان الناس كتيره ما تفهمش بورا، ناس كتيره ما تحبش الحاجات بتاعت مونتي بايثون خالص. في افلام كتير كانت ممكن تحط في الليست دي ما اتحطتش طبعا. ما هي في الاخر واحنا حاولنا على قد ما نقدر في المناقشه ننقل جو الفيلم ده عامل ازاي علشان الناس تحدد اذا كان يليق بيهم او يناسبهم ولا لا. ذا هيتش هايكرز جايد تو ذا جالاكسي اختيار انا راضي عليه تماما. يعني النص النهائي والنهائي والكلام دوت انا بقول لا انا مش هقدر ادافع عن كل الاختيارات ديت، لكن ده كافضل فيلم كوميدي في التاريخ لا ده انا مراضي عنه تماما وادافع عنه من هنا للسنه الجايه. لا 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 يعني هو فيلم فعلا مدرسه. انا بالنسبه لي فيلم اتس فيري دانس. تخيل قصه حاجه كنت تنفع تعمل مسلسل تعمل فيلم بطب بساطه يعني. واتعملت مسلسل واتعملت مسلسل اذاعي واتعملت كتاب واتعملت اوديو بوك واتعملت كل حاجه انت عايزها في الدنيا. نزال رائع. شرفتوني ونورتوني ويا رب تكونوا انبسطتوا بالاختيارات. الف شكر للناس اللي بتتفرج. يا ريت انتوا كمان تلعبوا اللعبه سواء بالاختيارات بتاعتنا او باختيارات تانية، وقولوا لنا على تويتر، قولوا لنا في الكومنتس مين اللي كسب معاكم. الف شكر لحضراتكم جميعا وباي باي.